أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا من الحياة. بفكركم بإيميل البرنامج fromlife@alkarmatv.com. أي موضوعات عايزين تسألوا فيها من الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، أي مشكلة عندك، أي حاجة عايز تسأل فيها، أو أي موضوعات انت عايز تسمع عنها، ما تترددش ان انت تبعت لنا إيميل. أعزائي المشاهدين، النهاردة هنتكلم عن موضوع احنا بنستهين بيه جدا وبنستهيفه أو في اجتماعاتنا ودايما بنروح على الخدمة على طول، وهو حياتي تسبيح. دايما بنستهين بفترة التسبيح ومش عارفين ايه أهمية التسبيح ولا معنى التسبيح. معنا ضيفنا النهاردة حياته كلها تسبيح، ألف كتب في التسبيح، ألف ترانيم كتيرة، بيرنم، بيلحن كمان، هو المرنم الفنان العظيم هرمياس سمير. أهلا بحضرتك، نورت البرنامج ونورت الكرمة ونورت كاليفورنيا كلها. الله يباركك، مبسوط ان انا اكون موجود معاكم. واحنا كمان اكتر. اخر ماس، دايما احنا فترة التسبيح بالنسبة لنا زي ما بيقولوا احنا نروح الاجتماع لما يتكسر سمه. مش انت سمعت المصطلح ده قبل كده؟ سمه ده هو التسبيح للأسف. فانا عايزة اعرف ايه مفهوم التسبيح، يعني تسبيح اللي طالبه ربنا، ايه مفهومه او ايه التسبيح؟ انت دخلتي دخله صعبه قوي. ايوه، يعني حته ان القصه سمو دي كانت زمان الواحد بيسمع الكلمه دي، لكن اشكر الله دلوقتي بقى حضور ربنا في التسبيح كتير من الناس بتلمسه، وناس بقت بتشتهي انها تتقابل مع الله. المنطقه اللي بنتقابل فيها مع ربنا، احنا داخل مباشره الى جبل الله المقدس، زي ما الكتاب بيتكلم في عبرانيين، نحن اتينا الى جبلك المقدس. يعني الواقع الروحي لاي حد بيخش وقت تسبيح، هو مش داخل يكلم بني ادم، هو داخل يكلم الله، داخل يتعامل مع الله مباشره. عشان كده مفهوم التسبيح بكل بساطه هي مقابله شخصيه مع ربنا، بتقول له انت رائع، انت حلو. انا بقولها يعني بمنتهى البساطه، انت داخل على حد بتحبه وبتحترمه جدا وبتهابه جدا وبتغير على اسمه، ونفسك تتكلم عنه حلو، لانك شايف ان في حد بيحاول يشوه الصوره دي بطريقه او باخرى. فانت داخل بقلب متضع وبرغبه تقول له انت رائع، انت صالح، انت ايه الابد رحمتك. اوقات بتحكي عنه واوقات بتسمع منه. فهي فتره التسبيح هي بصراحه شركه قويه جدا ما بينه وما بين ربنا، فتره علاقه حيه ما بينه وما بين السيد على طول. طيب التسبيح هو الترنيم ولا مختلف؟ التسبيح حاجه، يعني انا ممكن اسبح بكذا طريقه غير الترنيم، ولا هي التسبيح هو الترنيم؟ لا، هو طبعا التسبيح بالمفهوم بتاعنا، يعني هي كلمه ترنيم الكلمة العامة لكل ما هو لحن زائد كلمات. لكن احنا اتعودنا نقول فرق ما بين الترنيم والتسبيح. قصدنا بالترنيم قصد الترنيمة اللي هي بتفيدني انا بستفاد منها، انا طالبها لتعزيتي انا، اللي بتتكلم عني انا. انت قصدك على كده على كلمة ترنيم. لكن المفروض طبعا في فرق. لكن المفروض كلمة ترنيم هي كل ما يخص لحن زائد كلمات. عشان كده في بقى هقول بقى اصحح لك الفكرة، بان قلت في ترنيم الطلبة اللي انت قصدك عليها كلمه ترانيم اللي هي بتتكلم عننا، او الاحتياج او الصلوات الملحنه، دي الترانيم الاولانيه هي الانسان محورها، بتتكلم عن احتياجات الانسان اللي بيستفيد الاول والاخير منها الانسان، اللي فيها قدرات المرنم لابد تظهر. المنطقه دي لابد المرنم يبقى عنده قدرات في الصوت وفي العزف وفي اختيار الترانيم، وكل ما كان ممسوح كل ما الشخص بيبقى بوابه تلامسه مع ربنا. المرنم داخل ضمن الخلطه اللي بتقدر تخلي المستمع يتلامس مع ربنا. يعني انا مثلا بحب صوت فلان الفلاني، فبقول يا ده لو ده بيرنم انا قلبي بينفتح له، او دي بترنم هي بتاثر فيا في انفتاحي على ربنا. فالمرنم داخل ضمن خلطه او يعني الروشته اللي بتخلينا ننفتح على ربنا. فده المنطقه الاولى اللي بنسميها ترانيم الطلبه، اللي كنا قديما بنسلمها الترانيم. في بعد كده بقى ترانيم التسابيح، دي منها انواع مختلفه، اللي هي ترانيم الحمد والشكر، ترانيم التسبيح، ترانيم العباده، ترانيم الاغاني الروحيه. كل دي كلها كلمه ترانيم تلاقيها مصاحبه لكل دول. فانواع التسبيح بقى اللي انت بتقوليها، ممكن تسبيح الحمد،
ممكن التسبيح بحد ذاته، وممكن العبادة، وممكن الأغاني الروحية، كل دي أنواع في التسبيح. يعني التسبيح قصدك هي كلمات لربنا، الحمد والشكر والمجد للرب. عشان كده بقى للرب. التانية تختلف يعني عن الأولى. بالزبط. التسبيح بقى منصب على ربنا. آه. أنت داخلة تحكي على الأولانية، المغنم اللي بيستخدم فيها بيستخدم كل التانيم اللي تسمح إنه يعزيني ويفتحني على ربنا، إذن هو بيخاطبني في المقام الأول. التسبيح بيخاطب الله في المقام الأول. فأنا داخل أقول لله أنت تستحق، أنت قدوس، أنت صالح، أنت أنت، زي ما الكتاب بيتكلم في عبرانيين 13-15، فلنقدم به أي بيسوع، نقدم يعني نعطي، ما ناخدش. التانيم الأولانية إلى تانيم الطلبة أخد، التسبيح عطاء، فلنقدم به أي بيسوع أو على حساب الدم أو على حساب ذبيحة يسوع، نقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح اللي هي ثمر شفاء معترفة باسمه. إذا أنا داخل أعترف باسم يسوع، بصلاح يسوع، بحق يسوع، بسلطانه، بخلاصه، بفدائه، فده التسبيح. يعني إحنا نقدر نقول إن الترنيم كلمة عامة، التسبيح حاجة خاصة لربنا، إحنا بنسبح وبنقدم، ممكن ما تكونش بموسيقى ولا ترنيم، لكن ممكن تكون من خلال صلوات، ممكن تكون من خلال كلمات، ممكن تكون يعني صح. أوكي، أنا عرفت إن حضرتك كاتب أكثر من 3000 ترنيمة. يعني معلومة لسه عارفاها. دي السلطان ونعمة ربنا، أنا ماليش دخل في الموضوع خالص. طيب. هو اللي صنع أنا كده. هو يحب ويقدر يصنع مع أي حد العلمي. يعني هو بس عايز واحد يقول له رب أنا مصدق إنك تقدر تستخدمني. هو بيستخدم اللي تحت مش اللي فوق، فيعني فدي نعمة الله، ويقدر يعملها مع أي حد. أكيد دي موهبة زي ما عملها معايا يعملها مع أي حد. أكيد. كنت عايزة أعرف بقى الترانيم اللي حضرتك بتكتبها دي علشان اختبارات بتعدي فيها، تجارب، ولا علشان موهبة وبتقدر تاخد الكلمة من الكتاب المقدس ويبقى لها مرجع لاهوتي مظبوط؟ إزاي بتكتب الترنيمة؟ أنت مدخلة كله على بعض. لا أنا مش كله على بعض. النوع الأولاني اللي هو ترانيم الطلبة اللي احنا كنا بنسميها قديما ترانيم. لا أنا عايزة أعرف أنت بتكتب ترانيمك إزاي؟ ما أنا هقول لك، في منها ده وفي منها ده. أوكي. كتبت ده وكتبت ده عن تجربة، عن اختبار. بس مش كله عن اختبار. غالبا النوع الأولاني اللي هو ترانيم الطلبة، الترانيم اللي بتمس تعزية في نفوس الناس، كلما كانت على اختبار بتبقى قوية أوي، لأنها بتبقى طالعة، أنت عارفة واحد جرب شيء فبتبقى طالعة من تجربة، غالبا بتبقى طالعة ممسوحة. يعني هذه النوع الأولاني اللي غالبه لازم يكون على اختبار. وكمان عايز اقول لك حاجه قبل ما ادخل للنوع الثاني. النوع الاولاني كان زمان هو اللي مسيطر علينا، كل الترانيم عن اختبارات. غالبا الانسان لا يذكر الله في وقت فرحه، ما بيذكرش ربنا الا في وقت حزن. اذا بالتالي مش هتطلع ترانيم ان من الاختبارات الناتجه عن الحزن، وبالتالي اتسبغت الترانيم اللي طالعه عن اختبارات بالحزن، عشان كده اتملت كنيستنا وتعلمنا الحزن بطريقة فظيعة، لأن كانت التانيم بس مصدرها أغلبها اللي هي الاختبارات الحزينة، وهي اللي بتعزينا بس يعني في نوع تاني بقى يعزينا، الكتاب المقدس، الإعلان اللي في الكتاب المقدس، وده بقى اللي بيعتمد عليه التسبيح. التسبيح كلما كان المسبح عنده خلفية كتابية، عشان كده يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم مكلمون وأنتم بكل حكمة مكلمون ومنذرين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. كل ما كان المسبح عنده قاعدة كتابية من المعرفة الكتابية والإعلان الكتابي، كل ما أنت تيجي تقولي ترنيم التسبيح كده تلاقي نفسك في حاجة عملت لك انتعاش روحي مش تعزية. الإعلان اللي في الكلمة اللي بتحملها روح الترنيمة اللي كتبها المسبح. فطبعا لو الترنيمة تعزية شخصية بتتبني على اختبار، لو الترنيمة فيها تسبيح ممكن يبقى اختبار وممكن يبقى إعلان كتابي من خلوة شخصية من الكلمة. ممكن وأنا قاعد في وعظة، وأنا قاعد قصاد حد بيوعظ مثلا كده، ألاقي فيه قال حتة نورت قصادي، يعني كلمة نورت، إعلان نور، بقوم جاي مطلع ورقة وقلم وكاتب حتة كده بداية الترنيمة. وغالبا على ما بتخلص الحلقة أو سوري على ما بيخلص الاجتماع بتبقى اكتملت أغلب قواعدها وقصها او معطياتها. مجرد اروح الملم الفكر اللي في دماغي واحطه في ترنيمه، واللحن بيبقى يا بيجي في الحالي اما بيجي لما بقعد ان انا الحنه. طيب انا عرفت ان حضرتك مؤلف تقريبا 3000 ترنيمه، يعني اول ترنيمه كنت في مدارس الاحد ولا ايه؟
انا عايزه اعرف من امتى ابتديت تالف ترانيم، وعايزه اول ترنيمه وعايزه اسمعها. هو انا مش فاكر او يعني 15 سنه. هو انا مش فاكرها قوي. لا مش فاكر. انا سني 15 التنيمة. سنه. أوكي. يعني انا بكتب من 35 سنه. انا سني 50 سنه دلوقتي. من 15 سنه كتبت اول ترنيمه. هي ربنا يعني قسمني مراحل عمري في التسبيح والترنيم. كنت الاول حزين قوي، وكنت اعشق الحزن، وكنت حريف ابكي اللي قدامي. يعني ده الاول. يعني اول مرحله في حياتي. من 15 سنه. كان سني 15 سنه. من 35 سنه. الوقت ده مش وقت حزن خالص. من 35 سنه. يعني بصي، هو كان الوقت، هو ده الجو اللي كان مسيطر على بلدنا، وهو ده الترنيم اللي بيتقال في كنايسنا. انا هطلع مختلف في ايه؟ اوكي. فالجو، شربت الجو اللي موجود، والعلاقه مع الله، وكل ما الواحد يبكي وكل ما يبقى فيه توبه، ده الجو اللي موجود. تبكيت بقى وكده. يبقى هو انا طلعت وكنت بعزف على اورج، هو ده الجو اللي انا طلعت فيه. فده كانت حقبه حزينه قوي. ربنا نقلني في اول الثمانينات كده، في نص الثمانينات، نقلني على التسبيح، او نقلني في حته كان فيها ترانيم في الوسط، ما هيش حزين قوي، زي ترانيم كيف انسى، ارجوك يا ابني تعال من غيرك، اهتم بامري، انت الحبيب، ينبغي انك تزيد، شويه ترانيم كده. ايه ده الله، الترانيم دي كلها انا بحبها اصلا. دي جت في وقت كده في نص الثمانينات. وبعد كده ربنا في اخر الثمانينات بدا يقول انا عايز انقلك في التسبيح بنفس اللي مساحتك في الترانيم. فجت بقى مرحله التسبيح من اول اخر الثمانينات، دخلت في التسبيح. فمش عايز ارجع للي فات خالص. هو اللي فات حلو، والترانيم دي نوعيه حلوه، دي نوعيه حلوه، دي مطلوبه، دي مطلوبه، وفرقت مع ناس. لكن انا ربنا ساحبني في حته غويطه شويه في التسبيح، ولا سيما الايام دي اغوط اكتر في العلاقه الحميمه مع الله في ترانيم. فيعني فمش عايز احكي عن اللي فات. انا طيب. هنحكي عن ترانيم دلوقتي. من عامل شيء جميل عن الترانيم. هنتكلم عن الترانيم جديد جميل. وهنسمع كمان ترانيم من السي دي الجديد. انا عارفه ان في سي دي جديد. طيب، احنا دايما بيفرق معانا الموسيقى او لحن الترنيمه، يعني اللي بياخدنا مش الكلمات، اللحن. اوقات كتير قوي بقعد ببقى مبسوطه بترنيمه وبدندنها، بس الفكره اللحن عاجبني. لو انا سمعتها في اغنيه انا برضو هبقى مبسوطه بيها بنفس ال ده ايه بقى ده المفروض هو يكون كده، يعني ولا ده غلط؟ ولا ان انا قاعد سامع اللحن اكتر من الكلمات، متلذذ باللحن اكتر. اوقات اللحن بياخدنا بعيد عن الكلمات. انت بتقولي ياخدنا، يبقى انا ما زلت في المنطقه اللي انا عايز. منطقه التسبيح انت عايز ايه، منطقه الترنيم انا عايز ايه. فاذا انا دخلت في منطقه فيها اللحن خدني، يبقى انا طلعت بره عطائي لربنا، فلنقدم. انا اتسبيت، اللحن اثر عليا، اللحن اخدني ليه، وانا اتعزيت بيه، ما زلت بمص من ربنا مش بدي. دي منطقه على فكره مهمه جدا. دي منطقه عطاء ومنطقه احنا حريفه اخذ، وعشنا طول عمرنا ناخد. من حق الهنا ياخد مننا ذبيحه. يعني في بعض ذبايح يجي يقول لك تقدمه الصباح او تقدمه، انك دي غيظه للرب. انت داخل تغذي ربنا، تقدم لربنا حاجه. احنا ما اتعودناش على الثقافه دي. التسبيح ثقافه عطاء مش ثقافه اخذ. فلو دخلت اللحن اللي اثر فيا، يبقى انا في منطقه عايز مش بدي. طب هدي ايه في اللحن؟ اللحن بيساعدني ان انا اقول لربنا انت مستحق، انت قدوس، انت رائع. فالكلمات هي اكتر حاجه تقدر تعبر عن عطائي. اللحن هيعبر عن عطائي ازاي؟ اللحن هيساعد اللي انا بقوله يطلع حلو لربنا. عشان كده لو دخلت المنطقه انا انسبيت باللحن، يبقى انا قدرت من الترنيمه مصمص اسيب اللي هيدي لربنا ما بقولوش، واللي هاخده لنفسي كنت جاي واخده لنفسي. بس حتى لو الكلمات بتاثر فينا، بس مش هحب الترنيمه غير طبعا لو لحنها كويس. بس لازم كلمات ولحن. فانا في كلمات موجوده واللحن يساعدني ان انا هقولها اللي عايز اقدمها لربنا، فانا بهديها لربنا الكلمات واللحن. لكن لما اخد اللحن عشان يعز فيا انا، واسيب الكلمات اللي هتحكي عن صلاح الله واسم الله، يبقى انسان اناني. سامحيني انا بقول الكلام ده، لان صحيح. منطقه التسبيح محتاج الواحد يعافر عشان يتعلمها. انا يعني ربنا خدني بمعجزه من الارض دي للارض دي، خلاني ابيع الاله اللي كنت بعزف عليها خالص، عشان كانت الحاني وافكاري وكل شيء مرتبط بالاله. فحب يدخلني لسكه ثانيه خالص، فخدني بالتدريج من هنا لهنا. اشكر ربنا. طيب قبل ما نكمل كلامنا، عشان في كلام كتير قوي عايزين نساله عن التسبيح، سمعنا حاجه بقى من السي دي الجديد. السي دي الجديد. طيب السي دي الجديد. السي دي الجديد جميل في ان هو اسمه دايب قلبي. جميل في ان هو بيحكي عن علاقه حميمه مع ربنا في سوره الترنيم. يعني انا كنت نفسي ابدا كده
واقول له يسوع مستحق انك تاخد المجد، لكن خلينا نقول ترنيمه بتقول انا طالب حضورك، دي موجوده في السي دي الجديد اللي اسمه دايب قلبي. انا بحكي فيها مع ربنا على يا رب انا قلبي طالبك مهما كان الثمن، يعني انا طالبك باي وسيله وطالب اقترب منك، نفسي تفتح عن عيني يا رب، لان العشه مع ربنا لذيذه قوي، بس للاسف احنا مش ضايقينها، او بالمعنى الثاني في ابليس حاطط حائل ما بين متعتنا مع ربنا. يعني فالتنيمة ديت على سلم الفاميجو بتقول أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي، قلبي هيستناك طلبه يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفي، أنا طالب حضورك ولذة رضاك. ده اللي أنا بشتهيه في الشريط ده كله، إن أنا أتلذذ يا رب، مش إن أنا أخد منك، أتلذذ إن أنا كإنسان ولا حاجة أقدر أدي حاجة تسعد قلبك وتبهج قلبك يا رب. الإنسان إنه يبهج قلب ربنا ده امتياز يتكتب في سفر حياته، فأنا بشتهي إن أنا ألذذ قلبه. في التهنئة دي بتقول كده، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي، قلبي هيستناك طلب يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفي، أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمسيتك تشفي، قلبي هيستناك طلب يكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيشفي، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجاها، جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أتمناه، قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك ليه معاني لسه بتهجاها، جلسة بين إيديك وسجودي لديك، نظرة من عينيك كل ما أتمناه، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب، ما لم ترى عين أو تسمع بيه أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب، يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب، ما لم ترى عين أو تسمع بيه أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك،
ساعتين ولا للحق وين بل بيكون بقلبك عبرني إليك يا مهوي سباحة بتخمري وراح يا محول المناحة في قلبي إيديك لا لقبتي ولا للحق وين بل بيكون بقلبك عبرني إليك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك عجبني على فكره انا بحب المزيكا فعشان كده بس هسالك كتير في المزيكا خدي راحتك خالص طيب احنا معنا تليفون دلوقتي الو جستينا من بنسلفانيا هاي جستينا الو ايوه هاي جستينا ايوه الو ايوه انا عايزه اقول للتاسيس هرمس هو كان عندنا في نيوجيرسي واخدنا بركه كبيره قوي اللي هو اكيد هيفتكرني انا جستينا احنا بالناس في نيوجيرسي وانت بركه كبيره جدا ليا وربنا يباركك قوي قوي ويستخدمك في كل مكان حيثما تروح الله يبارك جستينا الله يبارك وعايزين ممكن تقولي الترنيمه بتاعه دايب قلبي دايب حاضر هيكون عندنا وقت نقولها حاضر الله يباركك جستينا ونحب نشوفك تاني عندنا هنا ماشي؟ امين امين الله يباركك شكرا يا جستينا وربنا يباركك وهنسمعك الترنيمه حاضر شكرا ربنا معاك الله معاك يا جستينا في معنا تليفون تاني حسين من كاليفورنيا الو الو ايوه اهلا حسين مرحبا مرحبا بيك مرحبا بيك يا حسين مرحبا اخونا هرماس الله يباركك يا حبيبي الله يباركك كثير مبسوط منك كثير مبسوط من لما بتعزف على العود واعزف العربي شوي خفيف عندي العربي بتاعك حلو كثير تفضل انا شايف كثير يعني الاحداث اللي بتصير في العالم العربي الان وخاصه في مصر وفي سوريا ايش انت شايف دور التسبيح يعني في تجيب حل وعلاج وجو جديد للعالم العربي وللعالم الاسلامي حاضر يا اخي حسين احنا هنرد عليك وهنجاوبك دلوقتي حالا شكرا لمداخلتك شكرا عندك سؤال تاني ولا بس كده لا بس كده طيب شكرا ليك حاضر احنا هنجاوبك حالا وشكرا لمداخلتك احنا هو لسه انا عندي كمان هكلم في الموضوع ده هسالك يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي ازاي انا اسبح وانا حزينه من جوه ما هو لو عرفنا السبب زي ما بيقول عندنا مثل فمش يقول لك انا عارف السبب بطل العجب احنا عندنا عجب لاننا مش عارفين السبب احنا لو نعرف ايه السبب اللي ربنا بيصنعه وراء هذه الاحداث هنقعد نبوس ايده وش وظهر يعني هنقعد نقول له اشكرك لانه خير ورحمه بيتبعنا بس احيانا بتيجي بشكل الخير والرحمه بيجوا بشكل مختلف ولا سيما لو كنت انا محتاج طريقه جديده شويه عشان ترضني ممكن رب سايبني ارد نفسي ما بردش نفسي فهو بيسبب امور ويسيب امور عليا عشان تخليني الجا له فلما الجا له واقعد عند رجليه واقول له يا رب ايه السبب هيفهمني ايه السبب وقت ساعتها هدخل هعمل حاجتين بالتسبيح يا اما هدخل اقول له انت صالح واعمالك صالحه وفكرك صالح من جهتنا ونبارك ربنا بالتسبيح وندخل في حته يعني لو ما عندنا وقت ممكن نبقى بنتكلم فيها بعد كده اللي هي إننا ربنا خدنا في حتة من سفر أستير قريبة قوي للي بيحصل في مصر فيعني أنا كل ما نيجي ندخل نصلي ونقول رب إلحق بلدنا يا رب محتاجينك ياخدنا في حتة فيها سبي وكأنه عايز ينفرد بكنيسته وكأنه ما كانش قادر أستير ينفرد بكنيسته اللي هي عروسه اللي هي السرور الموضوع أمام تعرف واحد لما بيحب خطيبته بيعمل إيه يبقى لما يقابلها في وسط الناس يبقى كده عايز مش عايزة تنشغل بحد اللي هو فربنا شايف عروسته مشغولة فعايز ينفرد بيها فيعني احيانا يعمل احداث عشان انا ادخل انا خايف يا رب الحقني انا محتاجك فيبدا ينفرد بيا
ويكلمني ويطمن قلبه والمحبه تطرد الخوف لبابا، فابدا لا شك هقعد هقول كلمات. فخدنا ربنا في حته فوجئنا بيها عكس تماما الاحداث، بياخدنا من فيت بي وندخل لحته غويطه قوي طبعا عكس المتوقع. فدي حته من ضمن ان انا ادخل واتلذذ بعريسي او ادخل في عشره وعلاقه زي ما استير دخلت قصاد ربنا لما كان في حكم من هامان بافاده الشعب اليهودي في الاصحاح الخامس. كل الشعب صام وصلى واستير صامت وصلت وحملوها برساله للملك، قالوا لها ادخلي قولي للملك اتكلمي بالنيابه عننا احنا هنباد. طبعا مع الفارق اللي بيحصل في مصر ده كان اصعب شويه، اللي بيحصل في استير اصعب. استير عملت حته غريبه قوي انها دخلت بدل ما تدخل للملك، اول ما قابلت الملك لقت نعمه في عين الملك، فبدل ما تدخل تقول له الحقني انا وشعبي هنباد، عملت حاجه غريبه جدا ودي لفتت نظري وخلتني اخش في الجو ده قصاد ربنا. قالت له جلاله الملك انا عندي طلبه. قال لها انت تؤمري نص المملكه. قالت له بس قبل ما اقول لك الطلبه، قبل ما اقول طلبتي اقبل انك تيجي تتعشى معايا العشاء والاكل، مش العشاء بالذات اكل يعني، اقبل عزومتي. الاكل يدل على عشره. انا لو من الشعب برا اقول ايه الست الفايقه دي، هو ده وقت اكل؟ ده وقت تقعد تعزمه على اكل؟ يا ست قولي له طلبنا احنا محتاجين. واضح السكه اللي سلكتها استير مختلفه تماما عن التوقعات اللي الشعب كان محتاجها. ومش بس مره، ده الملك دايب وقال لها امور لحد نص المملكه، تقول له لا تاكل عندي الاول، بعدين قال لها طب اكل اكل، قالت له طب تاكل تاني، يعني بتاكد زي ما الكتاب بيقول انفتح الي احد ادخل اليه واتعشى معه. فالعشاء والاكل يدل على العشاء، محتاج ان احنا نفتح له بقى. فانا اتعلمت من الحته دول يا رب، يعني الست دي ما اتسرعتش في انها تقول طلبتها قصادك، بل قصدت تخش معاك في علاقه حب الاول. يعني ممكن علاقه الحب العميقه دي تتم في اصعب الاوقات اللي الشعب كان فيها بيعاني ان هو محكوم عليه بالفناء. فانا حسيت ان ربنا عايز يدخل كنيسته قدامه تتلذذ بيه. نرجع زائد بقى اي روح ضد المسيح تانية، اي مقاومه نقدر بالتسبيح نرعب العدو بان احنا نقول تسبيح عن اسم الهنا، لان التسبيح اعلان اذاعه اخبار. فانا بالتسبيح اقدر اخبر، زي ما بيقول الكتاب في مزمور 68 يقوم الله يتبدد اعداؤه يهرب مبغضوه من امام وجهه. يقوم يعني يحضر، والتسبيح من اكثر الامور اللي الله يحب يحضر في وسطها. يقول عنه في مزمور 22 انت القدوس الجالس وسط تسبيحات شعبك. مجرد ما بنسبح الله بيحضر، يعني يقوم في وسط الجماعه، واول ما يقوم يتبدد اعداؤه. اذا هنا في علاقه ما بين ان انا بسبح ويتبدد الاعداء اللي طالبين لنا النيه السيئه وبيدبوا لنا النيه السيئه، زائد علاقه الحب اللي انا زي اللي بتكلم على فالاتنين، علاقه حب ما بين عروس وعريس. ودي يعني انت تعرفها، لو انا اثرت قلب ربنا، هي اللي عملته استير، عملت حاجه رائعه ان هي اثرت قلب الملك، شعلقت قلب الملك بيها لدرجه الملك ثلاث مرات يقول لها يا ست اطلبي انا نص المملكه هديلك. انت عارف نص المملكه يعني ايه؟ كانت مملكه الملك احشاويش ما يقرب من 627 بلد، سيده العالم، يعني كان هيديها سياده على اكثر من 60 بلد. تقول له انا ادخل معاك في عشره، انا يهمني ادخل معاك، لانها لو ابهجت قلب الملك وملكت قلب الملك بحبها، وقت ساعتها لو قالت له هامان الرديء او فلان الفلاني ده مضايقنا، ولا القانون ده مضايقنا، ولا الدستور ده مضايقنا، يقول لها اشيله على طول، ده انت عزيزه في عينيا قوي. وده اللي عملته استير، دخلت في علاقه حب مع الملك جامد لدرجه ان هو كان عنده استعداد يعملها اي حاجه. ولما طلبت مقاوم ان كشفت له اللي عمله هامان، يقول الكتاب ارتاع هامان. فانا حاسس الوقت ده زي ما بيقول اخونا بالظبط زي ما قال، حاجتين، علاقة حب ما بينه وما بين الرب، اتنين ان انا اسبح ربنا فيقوم الله في وسط الجماعة بالتسبيح فيتبدد اعدائه يهرب مبغضوه من امامه. هو يعني اللي حاصل ده اكيد ربنا ليه هدف، هي فكرة ان احنا نكون عندنا القدرة ان احنا نسبح وقت الازمات. ايوه طيب انا النقطة دي هتكلم فيها بعد كده، بس خلينا في الموسيقى. دايما بيستخدموا الدكاترة النفسيين الموسيقى للعلاج النفسي. أقدر أقول إن التسبيح ينفع أو التسبيح ممكن يكون علاج نفسي؟ الكتاب بيقول في محضره يهرب، مش مجرد عبادة يعني. بس هقول لك حاجة، ما احنا دلوقتي احنا حطينا مبدأ مع بعض إن الله بيقوم وسط التسبيحات، يحب يحضر وسط التسبيحات. التسبيح حاجة بتلذ، يقول يلذ يلذ له
نشيدي وانا افرح برب، وانا بعبده انا داخل اقدم له تسبيحات، فالله بيجي يسكن وسط التسبيحات. فاحنا في مبدا دلوقتي حطيناه، التسبيح الله بيحب يسكن في وسط التسبيح اللي بروح والحق. فلما هيقوم الله هيتبدد اعدائه، لو ابليس بيقاومني هيهرب، عشان في ايه تانية بتقول في محضره بيهرب الحزن والتنهد والالم. فايه رايك؟ يبقى التسبيح بيهرب الحزن، مش ده العلاج النفسي اللي بيعملوه المزيكا؟ زائد حاجه تانية، دي نقطه رقم واحد. نقطه رقم اتنين، عندنا حوادث كتابيه. عايز اقول لحضرتك ان من الحوادث القليله في العهد القديم ان حصل فيها اخراج لروح. الكتاب بيقول روح شريره، روح شرير، روح الشرير مرتبط في العهد الجديد، بيقول ان كنتم واصبع الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله. ده في العهد الجديد بعد يسوع، بعد عمل الصليب. فده مرتبط اخراج الشياطين بالعهد الجديد. الحادثه الوحيده اللي تم فيها السيطره على روح وطرد روح كانت بسبب المزيكا. في يوم من الايام شاول كان بيبغت روح رضيء، فجاه بص على الحل روح رضيء يتنرفز ويحاول يعني يبقى يبهدل اللي قدامه. كان اوقات عايز يرمي سهم على رود، يعني كان بالكتاب بيقول كده. فقالوا له جلاله الملك ممكن نشور عليك بحل؟ الكلام ده كله اساسه الكتاب. العالم اللي بيطلعه من بره ده النظريات الجديده دي اساسها من الكتاب المقدس اكيد. قالوا له نشور عليك نجيب لك واحد بيعرف يحسن العزف بالعود. يقول الكتاب جابوا له داوود. يقول الكتاب لما كان بيعزف داوود كان يفارق روح رضيء شاول على طول. وده شفاء ولا مش شفاء؟ يعني انا جبتها لك بطريقه يهرب الحزن والتنهد ويرتاح الشخص، بطريقه ارواح دي بيسيطر على روحه ويطردها. فهو العالم بيتعلم من الكتاب، صدقيني كل الحلول في كتابنا المقدس. الكلمه حيه، يعني الهنا اللي كتبها عارف احتياجات الانسان. امين. طيب اوقات بتبقى في ترانيم جميله جدا بس اللحن لحن اغنيه، يعني انا بحس ان اللحن اوقات بياخدنا بعيد من غير ما انا اقصد. يعني قصدك يعني مزيكا صاخبه، طبلة بقى وحاجات كتيره جامده، يعني هو المفروض يكون كده؟ هو ده التسبيح اللي ربنا طالبه بالمزيكا دي؟ انت شكلك مش مأيده كده عشان كده باين عليك. لا 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 خالص، انا بعكس رايي. بص، انت في سؤالك طلبتي قلتي كذا حاجه، يعني خليني افنط السؤال. أيوة، انت قولي السؤال حته حته. اوكي، اوقات اننا نحط ترانيم على اغاني العالم، مزيكة اغاني رقم واحد. رقم اتنين ان المزيكة تبقى فيها طبلة، فيها حاجة تصخر. يعني ما ده سؤالي مش سؤال. اللي عارف المزيكة الشرقي دي اللي بيبقى فيها هيصة كتير بقى، دي جميلة، انا بحب الشرقي جدا. قصدك يعني فيها ايقاع واحدة ونص وحاجات كده؟ بالظبط، يعني بتبقى المزيكة صاخبة وبتاخدنا بعيد، يعني مش عارفة، يعني حاسة ان مش بنركز في الكلمات مع المزيكة. انا في حاجات بحبها، فيعني عن تجربة شخصية انا بتبقى عجباني المزيكة. ف يعني خلينا ناخدها حته حته. اوكي، خلينا ناخد الجزء الاولاني. الجزء الاولاني اللي هو ان ممكن ترانيم كلمات تتحط على الحان اغاني. اغاني بصي، سكه الترانيم واسعه، وانا مش عايز اكون اقول كلام انا هقول في الاخر النتيجه بتاعتها لا تحكم، لان اغاني العالم ما هيش معروفه مصادرها. فممكن يبقى مصادرها وحشه وممكن مصادرها حلوه. فلو كان مصادرها حلوه واتحط كلمات حلوه عليها وجابت ثمر لملكوت ربنا كويس هقول عليها حلوه. لكن لو كانت مصادرها وحشه اكيد هتجيب من الثمر كويس وتودينا في حتت تانية. فانا عايز اقول الثمر بتاعها هو اللي بيخليني احكم. بس انا مش ضد الفكره ديت، لكن انا ما احبش اعملها. انا مش ضدها، يعني انا ما يعني لانها ممكن تكون فيها ثمر. انا في ترانيم اعرفها حلوه جدا وبحبها وعارف انها محطوطه على لحن اغنيه، فمش قادر اقول لا. لكن انا ما افضلش السكه دي لانها قنابل موقوته. افرض انا حطيت على لحن اغنيه انا مش عارف مصدرها كان مش كويس، فانا بتوه الناس وباخد الناس يعني بضيعهم معايا. لان المزيكا من الحاجات المؤثره. يعني انا فاكر من 10 من 15 سنه في واحد طلع بيقول عندنا اغنيه في مصر هي كلمتين، لولاكي لولاكي، ما كانش فيها اكتر من لولاكي، ما فيش فيها، عمري ما شفت اغنيه من كلمتين. بس الان كان لحنها حلو قوي، فالناس كلها قعدت طول الوقت لولاكي لولاكي تقعد تقولها. طب في ايه اللي فيها كلمات؟ انا قصدي بس هي كانت الاغنيه دي وخلاص، خلص الراجل عليك. قصدي اقول اللحن خطير، ممكن يخلي اللي قدامك يصدق. فانت لو حطيت يعني انا ما بايدش، لكن انا مش ضده. انا ما عنديش مانع ان يحصل فلته، بس تضمني منين ان كله هيحصل فلته؟
لكن انا لو تقولي لي انت اعمل كده انا مش بعمل كده وما احبش اعمل كده ان انا احط لحن. ليه ربنا ممكن يدينا فريش لحن فريش من عنده؟ ده هو ابو كل الالحان، الالحان كلها اصلها من عنده مش من ابليس. العالم الله هو اللي صنع ابليس في النغم، فالله اللي صنع ابليس في النغم يقدر يدينا. وابليس نزل علم في تكوين اربع يوبال وتوبال، علمهم المزيكا، فبقى ده ابو ضارب كل اله عود واوتار، وده ابو ضارب كل اله نحاسيه. هو اللي علمهم لانه عارف اهميه المزيكا، عشان كده العالم سابقنا. لكن انا ما مشجعش حاجه زي كده برغم ان فيها فلاتات ناجحه. هو بس هو دايما ابليس بيستغل النقطه دي. يعني انا لما بكون سمعت ترنيمه وعجباني جدا وبكتشف بعد كده، يعني انا في ترنيمه حبيتها وبدخل داخله الشغل وبدندن المزيكا بتاعتها، فقالوا لي ايه ده، ده انت جايه رايقه وبتغني على الصبح. قلت لهم بغني؟ لا مش بغني. قالوا لي لا دي اغنيه كذا كذا. ايه ده؟ دي مش فاجئت. ما دي بقى من المشاكل الموجوده اللي بقول قنابل الموجوده، بيستخدم النقطه دي عشان حتى لو كلمات كانت عجباني وترنيمه عجباني جدا ومعزياني، بس هبطل اقولها. انا 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 بصدقك في كده. دي مسؤوليه يعني. دي مسؤوليه. عشان كده بقول لك انا ليه قلت انا موافق، لان في حاجات بعض الخبرات الناجحه ولو انها قليله، لكن تضمني منين ان دي تبقى خبرات ناجحه؟ عشان كده انا عن نفسي شخصيا ما انصحش بكده. لكن انا مش ضد بكده، لاني ممكن تكون مثلا حد عمل حاجه وخلصت واحد، فعلى هذا افرح، بهذا افرح، يعني بعل ام بحق ينادى باسم رب بهذا افرح. لكن لا انصح بكده من اجل اللي حضرتك قلتيه، من اجل انها ممكن تكون تحمل استغلال ابليس للنقطه دي. يعني ادي ابليس فرصه ليه؟ طب انا اطلب من ربنا يديني لحن جديد. ندخل للجزء الثاني بقى في السؤال. الجزء الثاني في السؤال هو المزيكا العاليه جدا، وهو دلوقتي اساسا الشباب والموهبه بتاعتهم الجميله اللي بتتطور في المزيكا اكتر بكتير، بتتطور في المزيكا ومزيكة الباب والمزيكا الصاخبه، وبيبقوا مستمتعين بالطريقه دي. بس مش شايفه ان الطريقه دي بتعزي ولا برضو انت دخلتي من السؤال سؤال؟ لا يعني لا خلاص، يعني هي خلينا في المزيكا. لا لا مش حضرتك في، انا مركز معاك في اللي بتقوليه. دي موال تاني بقى، موضوع الشباب الايام دي. ولا طبعا اللي بيبتغي مزيكا لوحده ده واحد مش عايز يقدم ربنا حاجه. يعني اللي بيبتغي مزيكا واحد لمزاجه، يعني المزيكا بتبسطني انا مش بتبسط ربنا، الا اذا كنت انا بعزفها بقدمها ذبيحه لربنا. كواحد بيعزف بيقدمها ذبيحه، لكن وانا بسمع، انا بسمع انا باخد. الشباب اللي يمضي ربنا يرحمنا من السطحيه في العلاقه مع المسيح. الصخابه عمرها ما تعمل تركيز. الترانيم الصاخبه اللي هي المطلب الاساسي ده عباره عن اجتياح عالمي داخل انا قد يكون راجعي في رايي. لا لا. قد يكون رايي مش هيعجب كتير من الشباب، وغصب عننا ده تيار ما ينفعش نقول عليه لا. انا لازم اقول حضرتك ده وده. ما هو على حسب الاجيال. انا ربنا مديني حته في موقع لازم اتبنى كل فكر. عندي شباب كتير بيجي يقولوا لي عايزين ترانيم راب نعمل، انا موافق لان ده تيار ما نقدرش نقول عليه غلط. ليه؟ لان الشباب واخدينه فلازم نتماشى مع الجو، لكنها ما تبنيش. هي مجرد يعني سامحيني في كلمه ولو اني مش موافق عليها لكن هقولها مجازا، بدل ما يغني بيرنم، بدل ما يروحوا يعملوا كذا طبعا ما عنديش مانع، لكن لو صمت لهذا واكتفيت بكده ضيعت الشباب. لانه اما منتظر رب، منتظر رب يجددون قوه. لو انا عايز الشباب ده يجدد قوه، التانيب دي مش هتجدده قوة. أنا عايزه يفكر في كل كلمة بتتقال ويدخل لعمق ويشتهي علاقة مع الله، مرة يحكي مع ربنا، ففي كلمة من اللي بيقولها قصيت في قلبه، دموعه نزلت حكى. طب ده هيجيبه ازاي في وسط تك 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 تك، هتيجي ازاي؟ يبقى إذا هذا النوع من التعزية مش موجود. إذا لابد نوافق على التيار ده، لأن الشباب ده الدنيا غصب عنهم فرضت علينا رتم السرعة. لكن يسمعوا ده، ولازم نقول لهم اوعوا تبطلوا تسمعوا الترانيم الهاديه اللي ممكن من حكمكم عليها انها ما تنفعكوش. لكن ما فيش حل، زي يعني كان واحد بيقول لنا في بديل على اننا ننتظر ربنا. لا ما فيش بديل، الدنيا هتسرع هتتطور، لكن سيظل بس القوه في انتظار الله ببطء. واقعد استنى ربنا لحد ما ربنا يكلمني، ما فيش سكه تانية، ما فيش هيجي في يوم من الايام بقولها مش هيجيبوا لنا حبوب قبل النوم ولا اول ما نصحى ناخدها، حبوب علاقه مع الله مش هتيجي. لازم العلاقه مع الله تيجي بان انا بجتهد واروح تحت ظله، اشتهيت ان اجلس واهدي نفسي عشان اقدر اتكلم معاه واسمع منه. الترانيم دي ما تخدمش النوع ده. اذا هي بتخدم السرعه مع الشباب لكنها مش هتبنيه. اذا خلينا نقول له ده مش غلط، رنم راب، رنم ترانيم سريع زي ما انت عايز،
لكن لابد تجتهد انك انت تعمل علاقه مع الله في تنين بقى تدخلك في عباده الهاديه، ده مطلوب وده مطلوب. اما بقى الطبله بقى واحده ونص والكلام أيوة. ده واللحن الشرقي الجميل بس المتطور. انا مش ضد خالص استخدام الطبله، بصي كل حاجه في مكانها صح. يعني التسبيح غير العباده، يعني انت كلمتيني التنين والتسبيح، انا ادخلك بقى في التسبيح، ادخل بقى المناطق التسبيح. تنين التسبيح غير تنين العباده. تنين العباده هاديه، تنين التسبيح سريعه شوي. ايه الفرق ما بين التسبيح والعباده؟ التسبيح اللي بحكي عن الله، بحكي اكتر ما بسمع. ليه تكون سريعه ولا يعني ده هي محتاجه حماسيه؟ لانها موقف ارادي لا يتوقف على ظروف الانسان او مشاعره واحاسيسه، توقف على الايمان. انا بعلن عن ربنا، بقول يسوع هو ملك الملوك. انا مستنظر لسه في اعلان يتم لي؟ ده الكتاب بيقول يسوع ملك الملوك، هو بيقول هو المخلص، بيقول اسم رب شافي، بيقول ليس مثل إلهنا. أنا مش محتاج إعلان، عشان كده أنا متحمس ومصدق بإيمان. فالإيمان هو الثقة بما يرجى والإقام بأمور الله طوال. فأنا محتاج أعلن إيماني، فبطلع أقول يسوع ملك الملوك مجدا هللويا، يسوع ليس مثلك يا إله. وأنا بقولها أنا عايز بقول حاجة مقتنع بيها، فأنا محتاجة إرادتي، محتاجة إيماني، محتاجة حماسي. الإيقاع مهم في المنطقة دي لأنه بيزود شوية نسبة الحماس. في العبادة بقى أنا بسمع أكتر ما بعلن، ربنا بيحكي لي عن نفسه أكتر ما بعلن، عشان كده محتاجة أهدي نفسي في العبادة. حلو المزيكا تبقى هادية مفيش فيها حماس. ليه؟ أنا مش عايزه أزقه، لا ده بالعكس أنا عايزه يسكن نفسه يقعد يسمع من ربنا. زي ما أنت بيجي لك تليفون في وسط ناس زحمة بتعملي إيه؟ بتاخدي التليفون وتروحي في حتة هادية لأنك عايزة تركزي قوي مع اللي تسمعيه، عايزة تسمعي كويس. فأنا عايز المزيكا تساعدني كده. فمعرفة أنه في المزيك هيوظف ويوصلنا لفين ده مهم قوي. الإيقاع هيزقني في حتة أقدر أتحمس وأقوله على الله، محتاج أقوله، سواء بقى واحدة ونص أو أي نوع من الإيقاع. أنا ما فيش أي عيب في الإيقاعات، ومش معنى أن واحدة ونص متاخد عندنا في المزيك الشرقي والرقص بقى فاسد الثقافة بتاعتنا. لا لا, بقى لا لا طبعا، مقدس المقدسين، أنا بقدسه للرب، أنا بقدمه. الإيقاع واحدة ونص من أغنى الإيقاعات، عايز أقول لحضرتك كده، من أغنى الإيقاعات اللي فيها حاجة جميلة بتسمعيها بتطرب الودن فعليا. لكن استخدمه في مكان. في العبادة لو الإيقاع يبقى سلو قوي وهادي يساعدني ان انا ادخل لمحض ربنا بهدوء، اتكلم وادي مساحة ان انا اسمع، مش محتاج حد يزقني في كتفي. عشان كده اوقات العبادة للمسبح اصعب من اوقات التانية التسبيحة. الاسهل منهم في وقت التانية لانه بيخاطب المشاعر، بيخاطب الاحاسيس، النوع الاولاني اللي هو تنعيم الطلب. التسبيح بيخاطب الله وفي حماس وبيحكي عن ربنا. العباده بقى لا يعتمد على زقه في الظهر، يعني لا يعتمد على حماس، يعتمد على حضور ربنا فقط. عشان كده سهل قوي في العباده تلاقي ناس رافعه ايديها او في دموع نازله، هو انسبه من حضور ربنا. ربنا اتكلمه انك انت محبوب قوي، وان انا مت عشانك، وان انا عملت، وان انا سويت، فلقيت نفسي عمال انا رب اللي بتحكي عنه ده، انا رب بتحبيني للمستوى ده يا رب؟ للدرجه دي انا مفضل عندك؟ للدرجه دي عملت لاقي دموع تنزل تعبر. هو يعني مشاعر بتطلع طبعاً. مشاعر استجابه بتطلع استجابه لاعلان الله عن نفسه ليا، قد ايه انا محبوب، عن عظمه الله. فتلاقيني يا اما برفع ايدي، يا اما بسجد على الارض، يا اما بس ببكي. فعشان كده مش محتاج حد يزقني. استخدام الايقاع هنا بطريقه صاخبه غلط بنسبه 100%. عشان كده وانت بتعبدي ومسبية والناس مسبية وداخلين في علاقة مع ربنا، أول ما بلاقي الجو زي كده بقول يا رب أشكرك، حضورك ملك الناس، أنا كمان بقى بدخل معاهم. صعب قوي لما الناس تبقى مسبية وده بيبكي وده ساجد وده رافع إيده وده بيحكي مع ربنا والمزيكا هادية، يطلع واحد يقول إيه؟ غالبين إحنا بغالبين، بوظ الدنيا. يعني هي أنت بدأتي تفهميني. أيوة دي سكة ودي سكة. الكلمات هي اللي بتحدد اللحن، كلمات الترنيمة الهدف. إذا كانت أو هدف الترنيمة بالضبط، إذا كان تسبيح أو إذا كانت عبادة طبعاً. أو إذا كان تجربة شخصية واعتراف طبعاً. هي اللي طبعاً. بتحدد لحن الترنيمة. إذا كان على الملحن يقرأ الكلمات كويس أوي 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 قبل ما يلحنها. لو كان هو اللي كاتب الترنيمة هو هيكون أكتر واحد هيعبر بلحن. لو مش هو اللي كاتب الترنيمة عليه يسأل كاتب الترنيمة ويقول له انت جوها اللي انت عايزها فيه وخدتها فيه وعايز تطلعها فيه عباده
ولا تسبيح. لو كانت عبادة هيستخدم إيقاعات هادية جدا جدا ومزيكا هادية تساعد الشخص إنه يقول اللي في قلبه بحب، زي ما كنت أنا بقول دلوقتي التنيمة كنت بقول أنا طالب حضورك هي عبادة أكتر منها تسبيح. لو قال له لا تنيمة التسبيح أنا محتاج أحمس الناس إنهم يقولوا عن ربنا بحماس لأن الحماس مطلوب. إحنا أصلي بنرنم وخلاص يعني عمرنا فكرنا بس الموضوع كبير واضح. لا الموضوع كبير في التسبيح كبير. إحنا معنا مداخلة باسم من مصر. ألو. ألو. أيوة. مساء النور. أهلا أخت أمل. أهلا أخ جماس. أهلا بيك. بيك حبيبي. أهلا بيك يا باسم. ربنا يبارككم ويستخدمكم في كل مكان تتواجدوا فيه. شكرا. الله يباركك يا حبيبي. أنا كنت بس عايز أشارك بسؤالين صغيرين. هل ينفع أن أنا أخد ألحان أغاني وأحطها في ترانيم؟ ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل يعني ربنا مدي كل واحد وزنة يرنم أو يوعظ أو يخدم زيارات أو حاجة زي كده، هل ينفع مثلا أنا أكون برنم وأنا مليش في الوعظ أروح أوعظ؟ يعني هل أقدر أعمل استجدادات مع أنا مش متمكن فيهم أو أنا ربنا مش مدين الموهبة دي؟ شكرا. شكرا بارك. شكرا وهنجاوب عليك حالا يا باسم وشكرا لمداخلتك. ربنا يخليك. شكرا. أعتقد السؤال الأولاني. أول سؤال أولاني إحنا جاوبناه خلاص مش هنجاوب. يعني أنا ما أعرفش أنت سمعت ولا لا يا باسم، بس هو يعني في فلتات في الموضوع، بس لا يحبذ إن إحنا نحط كلمات مسيحية على ترانيم لأن أحيانا بيبقى فيها مفاجآت. يعني مثلا تبقى مش واخد بالك حد شاف أغنية ولحنها بيتقال بطريقة غلط وفجأة لقى عليها كلمات بيبقى متعصر. هي بس هي بس فكرة العصرة يعني إن هي بتعصر الناس. لكن فيها خبرات بتقول بعض منها نجح لكن مش مضمون، فعشان كده بما إنه مش مضمون أنا ما فضلوش برغم إن في منها بعض في حاجات لكن ما فضلوش. السؤال الثاني اللي هو احنا هنجاوب على السؤال الثاني وبعدين هنطلع فاصل على طول. طيب. فالسؤال الثاني هو بيقول ان ينفع حد يبقى عنده موهبه في الترنيم ويوعظ، او حد عنده موهبه في الوعظ ويرنم؟ يعني ده اللي انا فهمته. ممكن واحد يكون عنده اكتر من حاجه، يعني بمعنى هو النقطه انت قصدك لو هو قصده كمرنم في المنطقه الاولانيه خالص اللي انا مسميها ترانيم الطلبه، لازم يكون حد عنده صوت كويس. انت داخل ربنا هيستخدم صوتك ضمن الليستة او الروشتة اللي هتعز الشخص، لازم يبقى صوته كويس. ما ينفعش واحد مش موهوب في الصوت ينن في المنطقة دي، هيعمل نشاز ومحدش هيتبسط منه. منطقة التسبيح دي منطقة تانية خالص، كل الناس المفروض هيجينا وقت نتكلم عليها، كل الناس المفروض تدخل فيها لانها لا تتوقف على قدرات البشر. المنطقة الاولى تتوقف على قدرات البشر. لكن افرض ان انا برنم وبعدين ربنا اداني تامل، لان انا الترنيم والتسبيح بتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى وانتم بكل حكمه مكلمين ومنذرين. طب انا سكتت فيها كلمه المسيح ونورت جوايا ما شاركش، يبقى لازم تتكلم دي وعظ. لكن ممكن واحد ما يبقاش عنده صوت انه يسبح ويرنم في الوعظ يبقى ممسوح، لكن ممكن واحد لو بيعرف يرنم ممكن يشارك او في وعظ المانع. لكن حلو ان يبقى كل واحد في منطقته، لكن افرض واحد في الاثنين هنقول له لا. انا هرجع لنقطه الصوت الحلو دي عشان متغاظه جدا. احنا قبل الفاصل في مداخلتين هناخد اول مداخله. عيسى من الو من نيزوري. عيسى من نيزوري. اهلا اخ عيسى. الو. الو اهلا بيك. ممكن احكي مع الاخ؟ ممكن طبعا، اتفضل احكي. اهلا بيك يا اخ عيسى. سلامات يا اخي. اهلا بيك يا حبيبي. الله يباركك اشكرك. شوف انا في عندي يعني قصه صغيره. تفضل. لازم احكيها يعني بكل امانه. تفضل حبيبي. اهلا الله يبارك. قبل شهر حلمت حلم اللي انت لازم تصلي لي بموضوع معين. انت قصدك مين؟ الاخ هرماس يعني صلي لك في موضوع معين؟ لا قبل شهر. انا حلمت حلم انه الشاب هذا القسيس هذا لازم يصلي لي بموضوع معين. شخص معين يعني. موضوع أوكي. معين بيني وبين الرب يعني. اوكي. هاي. فانا كل اشربته عندي فاخر شريط اللي هو ايه اخر شريط؟ اكزاكتلي الموضوع النوم. طيب هو صوت مش واضح يعني مش عارفه في ايه مشكله، انت سامعنا كويس؟
طيب احنا مش سامعينك كويس، يعني في كلام بيقع مننا. او استرسل في كلامك، احنا سامعينك تفضل. طيب هي المكالمه راحت خلاص. في نادي من تورونتو. الو، مساء الخير. مساء الخير. انا مبسوط قوي بالحلقه بتاعت النهارده، وانا مبسوط بالاخ هرماس سمير. الله يباركك يا اخي نادي. انا نادي بطرس يا هرماس. حبيبي نادي، ازيك؟ ازيك حبيبي، ازيك؟ ربنا يباركك ويبارك خدمتك. الله يباركك انت أنا كمان. بفرح دايما لما بشوفك. ربنا يباركك يا اخي نادي، ربنا يباركك. انا اخي هرماس عندي سؤال عام نفسي كل الناس تسمعه، يعني فضل. انت عارف انا واحد على 100 من خدمتك، لكن برضو خدمتي التسبيح، عشان كده اي حاجه ليها علاقه بالتسبيح بتعمل نوع من الثوره في داخلي. والسؤال هو، ايه رايك يا هرماس حبيبي في الناس اللي بتقود التسبيح وهي بتبقى زي ستارز واقفه، مش عشان تقود شعب الله في التسبيح، لكن عشان تجود وتظهر مواهبها ويعني امكانياتها، وتبص تلاقي الناس قاعده كلها بتتفرج عليهم، رغم ان دي مفروض فتره تسبيح، مفروض فتره الناس دي بتقود شعب الله للدخول لمحضر الله ليسبح الله. انا نفسي افهم ازاي نحل المشكله دي. ابتدت بانه في شرايط خاصه ممكن يعملوا كده، لكن العدوى انتقلت الى محضر الله، الى شعب الله. في قياده فترات التسبيح تلاقي الشخص خرج عن اللحن خالص وابتدى يذبح هو في طريقه معينه، واصبح زي ما يكون تالنت شو. احب اسمع رايك يا اخي هرماس. طيب احنا هنجاوبك بس بعد الفاصل، وشكرا ليك يا اخي نادي، وربنا يباركك ويبارك خدمتك في التسبيح. شكرا ليك. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل عباره عن زجل حد كاتبه، وهنرجع لكم تاني. سكت الكلام، اتخنق الترنيم في قلب الألحان، مؤمن وجواه إنسان قاعد في اجتماع النسيان. المرنم مسك عوده بيعزف، والمؤمن في قلب الهموم غرقان. اصحى فوق من غفلة الزمان، علي صوتك رنم، ارفع الألحان، غني افرح، ده إلهك إله الزمان. لسان حالي مش قادر أرنم، مهموم مغلوب مهزوم مش قادر أتكلم، والمشاكل وحياتي مش قادر أسلم. نسيت الفرح، نسيت الهتاف، عايش في جرح وحياتي جفاف. قلبي حزين مش عارف ليه، مر السنين اتحفر فيه، والجرح والأنين غالبين عليه. لسان حالي مش قادر أرنم، مش قادر أفرح، مش قادر أتكلم. في قناة الكارما بتوصلنا آلاف المكالمات كل شهر، ومع كل مكالمة تليفون ممكن تتغير حياة شخص أو عائلة. بدعمك لقناة الكارما تكون بركة لنا ولآخرين. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وهنكمل موضوعنا عن حياتي تسبيح.
قبل ما ندخل في لسان حالي مش قادرة أرنم، مهموم مغلوب مش قادرة أتكلم، خلينا نرد على الأخ نادي وبعد كده ندخل في الهم والغم والحاجات اللي ناخد تانيمة بعد الكلام على الأخ نادي. ناخد تانيمة ونكمل. هو أنا يعني هو بيتكلم الأخ نادي في حتة حساسة شوية اللي فيها مداخلة ما بين الفترة دي، فترة ترانيم طلبة أو اللي احنا بنقول عليها قديما ترانيم، ولا ده وقت تسبيح؟ هو غالبا احنا بنقول على كل وقت تسبيح، بس بيبقى قصدنا فيها النوع الاولاني. يعني الحته دي حساسه، بس عايز اقول ده مطلوب وده مطلوب. بس لا، اللي انا فهمته هو بيتكلم عن المرنمين اللي اخذوا دور الستار النجم، المنطقه الاولى هم بيقودوا تسبيح، فدي بقت الناس نظره عليهم هم، ده اللي انا فهمته. أي. يعني أي. نظره عليهم هم وفقدوا معنى التسبيح الحقيقي. اما هدي مش منطقه تسبيح. ما هي المشكله بنسميها تسبيح فن. لا، منطقه محتاجه ستارز. اسال حضرتك سؤال، احنا في كنايسنا محتاجين ستارز؟ ليه المانع ان يحصل عندنا كده؟ يعني قصدي اقول بس ما سميهاش تسبيح، لان ما تسميهاش عباده. يعني التسبيح والعباده ان انا خلى الله الستار، يسوع هو اللي بيبقى ستار في التسبيح. المنطقه دي اسمها منطقه ترنيم، انا محتاج ستارز. يعني انت حضرتك بتحبي مثلا نقط فلان الفلاني صوته، وعامل حفله الناس كلها بتيجي تسمعه، ستارز، ايه العيب؟ دي منطقه مطلوبه بس ما هيش تسبيح. علشان اسبح لازم اختفي ذبيحه التسبيح، ما ينفعش انا يكون لي امكانياتي داخل فيها. الكتاب بيقول فلنقدم به، اي بيسوع، يتساوى فيها اللي صوته حلو مع اللي صوته وحش، لان الذبيحه بتقدم في المسيح والمسيح بيخليها كامله. المفروض يعني من غير قدراتنا. عشان كده منطقه التسبيح ما فيش فيها ستارز. بس طب ما يمكن هم نفسهم، لكن المنطقه الاولى انا محتاج ان انا اعزي الناس، ايه المانع ان يكون عندي ناس ستارز في المنطقه دي؟ منطقه مختلفه بس ما سميهاش كده. مش قصدهم ان يكونوا ستارز، يمكن الناس هم اللي عاملينهم كده. ما سواء حضرتك الناس اللي خلوهم ستارز وهم مش قصدهم يكونوا ستارز، بس انا بشهد ان فلان الفلاني ده صوته بيعزيني، ايه المانع ان فلان الفلاني ده صوته يعزيني؟ بس احنا متداخله الدنيا علينا، دي مش منطقه تسبيح. فلان هيعزيني، منطقه التسبيح، ذبيحه التسبيح لا تتوقف على قدرات بني ادم، في الصوت الحلو، في العزف الحلو، بالرغم ان المفروض في التسبيح اقدم افضل ما عندي لله. لا، ودايما اللي بيجي يقود فتره تسبيح في عباده بيبقى صوته حلو، واحد بيرنم وصوته حلو. اصل انت التسبيح هتاخدي الناس تتوقف على ربنا ازاي؟ تقع عينيها على الله، وانا بقول لهم اوعوا عينيها عليا، انا ما عنديش طب انا في الصوت حلو ما سبحش؟ لا، هسبح واخد الناس تدخل تحكي عن ربنا، بس انا متاكد، خدي بالك من الكلام ده، متاكد في قرارة نفسي ان ذبيحتي مقبوله بغض النظر عن صوته حلو ولا وحش. ما هو ممكن يكون كده، هم ممكن يكون قصدهم يعني كده. اللي قدامي بيبقى اعجابه مش بصوتي، اعجابه بحضور الله اللي نتج وسط التسبيح. ارجوك ركزي، الكلام ده مهم قوي، هعيد تاني براحه. علشان انا يعني ما عندناش مانع يبقى عندنا ستارز، لان في عندنا ناس ربنا مديها صوت عذب جدا، انا ما عنديش الصوت ده، لكن في ناس ربنا مديها الصوت ده، ربنا بيستخدمهم انهم بيدخلوا الناس لمحضر ربنا. هما بيقودوا كمان التسبيح، ايه المشكله؟ لا مش بيقودوا تسبيح، سامحيني، ما بيقودوا فتره ترنيم. اني اقول فيها ترنيم تعزي الناس والناس تتلامس بربنا من خلال صوتي وامكانياتي، فانا ببقى صوتي داخل. زي ما انا، انت رايحه تحضري لسين من الناس، لو ما جاش سين من الناس هتروح الحفله؟ ممكن لا. عشان انت رايحه عشانه، فهو ستارز، ايه العيب؟ انا مش شايف ان فيها عيب، لكن لابد نعرف ان دي مش فتره تسبيح. الا الستارز اتنازل عن نجوميته، انه ياخد عين الناس من على نجوميته ويرفعها على الله ويخلي يسوع هو الستارز. بقى هنا الشخص ده تحول من مرنم العين عليه، خد الناس ولمسهم بربنا، فالناس اعجبت بيه، مش لان امكانياته كويسه، اعجبت بيه لانهم تلامسوا بمحضر ربنا، لانه خدهم ودخلوا لربنا، فهم شايفين حضور الله خلى كل شيء حلو. اثنين، منطقة التسبيح لا تتوقف على قدرات بني آدم، لأن الكتاب بيقول فلنقدم به، أي بيسوع المسيح بعمل الصليب، ذبيحة التسبيح، فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. إذن ذبيحة التسبيح لازم تقدم، كل واحد بيقدمها، وتقدم في المسيح
لا تتوقف على قدرات بني آدم. وأنا لا أشترك في... هو يسوع قدم، يعني يسوع هو اللي عمل كل حاجة. أنا داخل أقدم بالمسيح بعمل الصليب، عشان كده أنا داخل مش معتمد على صوتي، مش معتمد على عزفي، معتمد على حضوره. عشان كده بقول للناس يا جماعة يسوع مستحق، مستحق أن تأخذ المجد. يسوع صالح، تعال نحكي عن صلاحه. يسوع ما فيش زيه، ده حبنا بطريقة بحكي عنه فالناس عينها بتنفتح على النجم الحقيقي. أنا مش لو أنا بقى بخلي الإنسان الناس قصدها تاخد بالها من صوتي، يبقى أنا أكلت حتة يعني مش ذبيحة خالص. بيبقى في استعراض. منطقة الترنيم منطقة حلو فيها، يبقى عندنا الناس اللي ربنا مديهم قدرات في الصوت يعزونا، ليه لا؟ دي حاجة رائعة. دي موهبة بتبقى من عند ربنا. دي منطقة ربنا تانية. دي موهبة. ربنا بيستخدمها في كنيسته. طبيعي بتقود الشخص للنجومية. والناس أحيانا في ناس عايزة كده. اللي عايز يعرف بقى دي اللي عايز يقعد. وزي الخادم وزي أي حد على فكرة، يعني ما برضو اللي بيتكلم كويس. طبعاً دي موهبة. طب ما دي برضو بتبقى دي بتوصل للنجومية. المعلم صدقني. أنا مش بقول له يعني المعلم ولا الواعظ ما بيخليش الناس تعجب بيه. الواعظ كل ما كان حريف كل ما تتلمست بكلمة الوعظ اللي هو بيقولها أكتر، يعني دي بعيدة عن دي شوية، في نجومية في الوقت بس بتوصل لأن أنا ببقى الله ده فلان جاي، لا 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 ده لازم أروح، فبتلاقي الناس رايحة لفلان مع نفس الفكرة. بس منطقة الترنيم يعني أنا عايز أفرق ما بين دي منطقة الترنيم فيها نجومية، ما فيش معنى نحصل كده. أنت بقى لو في كنيسة عايز تسبيح المفروض ما تجيبش نوعيه حد كده، لو عايز ترنيم يبقى لازم تجيب نوعيه حد كده، لازم انا ابقى مميز. الاجتماع ده اجتماع سهرايه هنقعد نحكي في، عايزين واحد صوته كويس يبقى انا داخل في منطقه الطرب، دي محتاجه واحد صوته جيد هيبسطني هيطربني، فانا هبقى قاعد بسمع كلام حلو عن ربنا بصوت جميل، ايه المانع يحصل كده؟ بس دي منطقه بعيده كل البعد عن التسبيح. المفروض التسبيح ينكر نفسه، المفروض المسبح ما يخلش من ذبيحة، ما ينفعش أطلع الذبيحة في العهد القديم كان لها مواصفات، ما ينفعش أقدمها عجزة فيها عرق فيها عيب، لازم أقدمها كاملة تقدم في المسيح يسوع. أنا أصلا الذبيحة بتقبل مني في التسبيح مش لأني صوته كويس ولا عزف كويس، بتقبل أن المسيح هو صلاح يسوع وبر يسوع اللي خلاها مقبولة، واخدة بالك؟ يستوى فيها أن صوته نشاز زي اللي صوته حلو، بس النشاز بيقدم اخر اللي عنده، هو ده ربنا قبله منه. اللي صوته حلو بيقدم اخر اللي عنده، صوت الحلو ربنا قبله منه. لو انا صوتي حلو وما قدمتش احلى ما عندي يبقى انا اخطات، ربنا مش هيقبلني، يقبل اللي انا بقدمه. لكن ذبيحه التسبيح لا تتوقف على قدرات البني ادمين، تتوقف على عمل الصليب، عشان كده يتساوى فيها كل. لكن لو انا بقود تسبيح طبعا محتاج ما اكونش نشاز، واحد عنده على الاقل المينيمم اللي يعرف يقود شعب الله بطريقه صح. فدي منطقه ودي منطقه. فانت حضرتك جايب واحد في الاجتماع بتاعك نجم، لازم تعامله كنجم، ولازم هيقود الناس، لازم قدراته هتبان على الناس، لازم يبان. ما هو ايه العيب كمان ان يحصل عندنا كده؟ بس لازم نفرق انت طالب ايه. لو انت مطلوب كمان في بعض الاوقات بيبقى مطلوب وما نقدرش نقول لا، لان يبقى كده ظلمنا ناس ربنا اداهم موهبه بالزبط. وناس كبارات ما نقدرش نقول عليهم كلام غلط، لكن دي منطقه ودي منطقه تانية. انا هنا داخل بقدراتي بأظهر الله من خلال قدراتي، ودي منطقه بأظهر يسوع من خلال قدرات يسوع، مش موقف قدراتي خالص. فأنا عمال أقول للناس ده أنا بحارب في المنطقة دي، منطقة التسبيح بحارب فيها، بس ما هيش متوقفة على قدرات الإنسان، لأن مهما كان صوتي حلو أو وحش أنا محتاج غطى الدم يستر الاثنين عشان يصير مقبول عند الله. فمش هيفق معها الصوت الحلو. لكن لو أنا عندي صوت حلو مسبحش، لا طبعا أسبح، ويبقى رائع لو واحد اندمج فيه الصوت الحلو مع التسبيح. هو داخل ناكر نفسه، مش متوقف على صوته ولا معتمد على صوته، ولا شايف ان الذبيحه هتقبل عشان صوته كويس، يبقى غلطان. لكن لو انا عندي صوت كويس ومتاكد ان انا بقدم ذبيحه للتسبيح ومداري في الصليب، ايه المانع؟ ده يبقى ممتاز. فدي منطقه ودي منطقه. وانت بقى الاخ نادي حسب ما هو كان بيتكلم، انت في الاجتماع بتاعك انت عايز تسبيح، يبقى جيب ناس تخدم في المنطقه دي، عايز تنين جيب ناس تخدم في ده، مطلوب وده مطلوب. لكن ما ندخلش الاثنين في بعضنا، بنقول عليهم تسبيح ويجي واحد يجيبها يمين ويجيبها شمال بحسب موهبته. فعليا ان انا احدد في الاجتماع انا عايز ايه، وبدعي الشخص المناسب اللي انا عايزه للفتره اللي احنا عايزينها المناسبه. طيب احنا معانا مداخله قبل ما نسمع الترنيمه. هلو معانا حنان. حنان يس، انا حنان من بنسلفانيا. اهلا بيكي حنان. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك واهلا
بالاساس هرماس. اهلا بيك يا اخت حنان، اهلا بيك. احنا مبسوطين خالص 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 بوجود الاساس هرماس، ونشكر رب لاجله فعلا، يعني بامانه يعني فعلا ممسوح بالروح القدس، مش عشان هو قاعد ولا حاجه. الله يباركك يا اخت حنان، رب عالم، رب شهد على كلامه، لنعمه يسوع فعلا بركه بركه كبيره لينا من زمان، مش بس من النهارده ولا من قبل كده، لكن ده من زمان قوي، من التسعينات، وبركه فعلا كبيره لحياتي. الله يبارك. انا عايزه اقول حاجه جميله قوي حصلت سنه 91، خدت فيها بركه جميله قوي واحنا في بني سويف. انا خدت الملك بروح القدس في وسط التسبيح، فانا عايزه اقول ان التسبيح دوت فعلا حاجه جميله قوي، فعلا حاجه قويه. التسبيح ده فعلا بيهرب ابليس. ايوه. كمان بيفرح قلب الرب. التسبيح كمان بيخلينا نرتفع للرب ونحس ان احنا قريبين منه قوي. يعني وقت لما باجي اسبح الرب، او كل واحد مؤمن بيجي يسبح الرب، بيحس ان هو خلاص قرب يمسك الرب فعلا. قد ايه فعلا الرب كمان مش بس احنا بنتلامس بس معاه، هو كمان بيفرح بينا. أيوة. وهو بيشبع. أيوة. انا بعظم الرب لاجل لغه التسبيح النهارده الرائعه اللي الرب قال اخويا هرماس، وزين من كل سنه كل مره بنتقابل مع الناس بنحس ان في بركات جديده في حياته. الله يبارك. بعظم الرب لاجله. وكمان عايزه اقولك اخي هرماس للامام، والرب يباركك. الله يباركك يا اخت حنان، اللي احنا كل يوم بنحطك في الصلاه، وانت سبب بركه لجوستينا في التسبيح، وسبب بركة للأسرة كلها. وأنا عايزة أحييك لأجل الشريط الرائع اللي ممسوح فعلا بالقدس، فعلا ممسوح، ما فيش كلمة كل ترنيمة إلا فعلا لقياها فعلا رائعة، لقياها طالعة من القلب، لقياها فعلا تحت إرشاد الروح القدس. رائع 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 رائع. ربي يباركك ويباركك ربنا يا اخت حنان، ويكون السي دي دوت فعلا بركه فعلا للجوله العربيه كلها والامريكا كمان والكل. شكرا العالم. شكرا يا اخت حنان وربنا يباركك. شكرا. ربنا يا اخت حنان. وعايزين بس طلبه واحده، انا اسفه خالص، يعني عايزين طلبه واحده بس تعزمها، اللي هي اللي صنعني هو بليز من فضلك. حاضر، هنقولها دلوقتي على طول وبعدها ده يبقى قلب. حاضر، عرفت منين. شكرا. شكرا ليك يا اخت حنان وربنا يباركك. عبرت عن شويه تعبيرات في التسبيح. ايوه جميله جميله جدا. يعني فعلا بيرفعنا لربنا. التسبيح بيعمل حاجات، يعني انا يعني عايز اقول هي نقله لشعوبنا العربيه. ده توقيت ان احنا نفتح قلبنا لكده. انا مش بنقول نرفض الترنيم، لا، ندخل في ده وده، يعني ده دخلنا فيه كتير قوي. التسبيح مستوى تاني في العلاقة مع الله، مستوى تاني في الحكاوي عن ربنا، محتاجين نتعلمه. يعني مش محتاج واحد يبقى متعصب ضد التسبيح، لأنه ما بيترفعش الإنسان، ده بيترفع اللي مات ودفع الثمن وحبيني زي ما أنا، وعمل كل حاجة رغم إن أنا كنت وحش، عمل كل حاجة علشاني. ما يستحقش إن أنا أقول له أنت رائع، أنت صالح، أنت مستحق، أنت قدوس. هو ده التسبيح. هو دي المفروض. امتنان. انت لما واحد يعمل فيكي معروف، الا يحق تقول له اشكرك، انت شخص رائع عشان عملت فيها كده؟ هو ده التسبيح. انا بروح اقول لإلهي انا شايفك تستحق تاخد المجد، حتى وان كنت بمر بظروف صعبه، لانك ياما عملت معايا ظروف حلوه، ياما عملت خير في حياتي. يمكن اللي انا النهارده مش فاهم ايه اللي بمر بيه، لكن انا عارف انه خير ورحمه يتبعني. بباركك في كل شيء وعلى كل شيء. فانا شايف ربنا عمل في حياتي حلو قوي، فانا بروح اقول له رب يا بس تتوضب لي الفرصه، اقف قدامه اقول له انت ما فيش زيك، انت اله يا رب ليس مثلك في كل الارض من كل الالهه. انا بحكي، انت عارف بحكي واحد يعني مفتون بحد، مبسوط لحد، مديون لحد. هو ده التسبيح. انا عايز اقول للناس بكل بساطه كده، التسبيح انت داخل الفطره، مش لا مش شرط الترنيمه الفلانيه والترنيمه الفلانيه والترنيمه الفلانيه، انت داخل فطره التسبيح. ادخل قول له ما بينك وما بينه، حكي عنه بالبلدي، انا بحبك يا ابويا، يا الهي انت ما فيش زيك، انا في الموقف الفلاني يا رب، لما كنت انا فيه كذا كذا، ايدك انت اللي امتدت ونجتني، عشان كده انت صالح. هو ده، هو ده اللي عايز الناس تقوله عن ربنا في التسبيح. واحد داخل يقول لله انت تستحق، بس محتاجه اقود نفسي لتسبيح ربنا. ليه؟ النفس اماره بالتعزيه، مش اماره بحاجه ثانيه، اماره بان هي عايز فتبص تلاقيني وانا قاعد مع ربنا، أنا اقول له ايه انت حلو يا رب، بس انا عايز
تلاقيني بيضغي عليا في صلاتنا وفي ترنيمنا وفي كل حاجه. فمحتاج فطره التسبيح عطاء، محتاج اعرف امتى ادي وامتى اخد. فلازم امسك نفسي ان انا ما اطلبش، انا داخل عشانك يا رب، انت اديتني كتير وبتهتم بيا كتير، على الاقل النص ساعه او الساعه اللي فيها فطره عباده وتسبيح داخلينها، الكتاب بيقول ادخلوا ابواب الحمد، بلاش اخد منها حته، عايز اقدمها له خلاص. فانت محتاجه تحوسي نفسك لالا تاخدي منها. فمحتاجة أنا أضبط نفسي واقتنع إن ده مهم. بالظبط. أنت قلتي في أول الحلقة حتة ألمتني قوي، كأنك لطشتيني كده بالقلم على وشي. قلتي إن الناس بتعتبرها حتة ملهاش لازمة. لا بصي، هو يمكن على حسب الجيل، بس أنا سمعت الجملة دي من ناس كبار على فكرة، وبيجوا على الخدمة على طول. يعني أنت دايما في أي اجتماع وقت التسبيح بتبقى كنيسة فاضية، وبعد كده تبتدي الناس تيجي بعد النص ساعه الاولانيه. انا بس ده عدم فهم وادراك. ايوه طبعا احنا لقيمه طبعاً. التسبيح اسالك سؤال، الوعظ ليكي ولا لربنا؟ ليا. التعليم ليكي ولا لربنا؟ ليا. الصلاه ليكي ولا لربنا؟ المفروض يكون لربنا. لا انا بقول لربنا بس طالب طلبه الصلوات يعني، بس في العادي بيبقى طلب علاقه ما بينه وما بين الله مبنيه على طلبه ما. لتعلم طلبتكم. لا هم الناس بتهرب من الحكايه، في كل شيء بالصلاه والدعاء لتعلم طلبتكم، فالصلاه مبنيه على الطلب. بس هو الصلاه مظلوم زي التسبيح يعني، حلقات الصلاه لا مش زي التسبيح، مظلوم. انا بقول لحضرتك التعليم اخد، الوعظ اخد، الصلاه اخد، الحاجه الوحيده اللي اقدر ارد فيها لله جزء من اللي عامله معايا التسبيح. طب الله يحق نتعلم ندي زي ما بناخد؟ محتاج نربي نفسنا يا جماعه تربيه جديده في محضر ربنا، اقول له رب انا اناني قوي، انا خدت منك كتير قوي، ما اديتلكش كتير، جه وقت ان انا الاحظ نفسي والتعليم واغير من طبعي، لان الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم عشان اختبر اراده الله الصالحه. يعني يفرق مع ربنا ان انا داخل كل مره بلسته طلبات، يفرق معانا ان اخش له مره اقول له رب ما عنديش طلبات، انا داخل عشانك، عايز اقول لك انك ما فيش زيك، عايز اقول لك ان انا مفتون بيك يا رب، عايز اقول لك ان انا خير ورحمه متابعيني، وانك انت اللي انا فيه ده كله من ايدك الحلوه. هو ده التسبيح. بالظبط. فلازم نتعلم، نعلم نفسنا دي. احنا عايزين نسمع بقى تسبيح قبل ما الوقت ياخدنا في الكلام، واحنا عايزين نستمتع بالترنيمه. هي اللي جايه دي في ترنيمتين اتطلبوا، فانا عايزه يعني ترنيمه وبعد كده نتكلم شويه وبعدين نرجع نقول الترنيمه الثانيه. طيب. الترنيمه دي بتقول اللي صنعني هو زي ما اختنا طلبت، وبقول بعدها دايب قلبي دايب. اوكي. هي ديت عباره عن يعني في حته التسبيح بحكي فيها عن ربنا، بس هي داخل فيها احنا والتسبيح يعني، لان رب قال اكتبها للوقت اللي بنمر بيه في مصر. احنا بنمر في مصر بوقت صعب، فالترنيمه دي بتمس احتياجات الناس بشده، لانها بتتكلم على ان الهنا قدير، مفيش حاجه هتمسني من غير هو، من غير ما هو يأمر. فهي بتقول اللي صنعني هو، واللي جابلني هو، واللي حميني هو يسوع بجناحيه او يسوع بستر جناحيه، واللي عطيني قوه كالصوان من جوه حتى في وسط النوه قلبي واثق فيه. فدي الناس لما بتسمعها بقى بتحس يعني كانك بتطلعي صرخه من جواهم، صرخه وجع وخوف، فبتعزيهم يعني. هي منها بتحكي عن ربنا ومنها بتقول الواقع الحقيقي. هي بقى على الصول ماينور. يسوع بجناحي، واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه. اللي صنعني هو، واللي جابلني هو، واللي حميني هو يسوع بجناحي، واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه. في وسط الاتون بتجيني وتسيج عليا، وفي وجه الريح بتعديني ماسك بايديا. في وسط الاتون بتجيني وتسيج عليا، وفي وجه الريح بتعديني ماسك بايديا. رب المجد بنفسه حميني عمانوئيل راعيا، رب المجد بنفسه
لبسه حميني عمله الواعية اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه من قوة لي ارتفاع دايما بتهديني وين يوم قلبي ملوي باع ترجع وتنجيني من قوة لي ارتفاع دايما بتهديني وين يوم قلبي ملوي باع ترجع وتنجيني وتغطي كل اللي ضاع وتشدد يميني وتغطي كل اللي ضاع وتشدد يميني اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه قلبي مصدق انك تقدر تؤمر كن فيكون وبقوة اسمك ما اقدر اهدم كل حصون قلبي مصدق انك تقدر تؤمر كن فيكون وبقوة اسمك ما اقدر اهدم كل حصون من ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون من ربي عليك هيقدر وانت ملك الكون اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه اللي صنعني هو واللي قابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه. لحني جميل برضو يعني سهل قوي عندنا لما الناس بتسمع قوي. هو لحن التاريخ. شريكي برضو جميل كده يعني سهل بسيط بس كمان كلماته واللحن راكبين على بعض فبتطلع من جوه الناس صرخة صرخة وجع يعني بتطلع من جوه الناس قد ايه هم مزنوقين في الوسيمة المسيحيين مزنوقين في الوقت ده وحاسين بالظلم ايوه حاسين بالمعاناة هنرجع فاحساسهم ان في حد مش لاقيين حد يدافع عنهم فاحساسهم ان في الله اللي يقدر يقول فيكون من ذا الذي يقول فيكون ورب لم يأمر فهي بتدي المجد لربنا صنعني وحميني يسقط عن جانبك ألف ربوات عن يمينك وإليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار يا رب أنا مصدق إنك حميني بحق ولو مسيني بسوء هتديني حاجة في نظر أنا ده سوء لكن أنت تديني التجربة معها المنفذ فأنا مطمن عليه قوي قوي. طب احنا في مكالمات وفي كلام كتير لسه انا مش عارفه نعمل ايه كان نفسي ناخد مش عارفه في ايه الكلام ايوه طيب معانا هاروت من تكساس الو ايوه اهلا بيك يا اخ هاروت سلام الرب يسعد المسيح معكم جميعا سلام ليك سلام المسيح معك يا حبيبي الرب يباركك حبيبي انا كنت على الانترنت دائما اطلع باسم طريق يسوع ومعظم الانترنت بيعرفوني باسم طريق يسوع اهلا بيك فانا ملحن مرنم نفس اللحظه يعني كلمة التسبيح أنا جد أخذت انتباهي كثير جدا كلمة التسبيح بالنسبة لي هي مدخل رئيسي لكل إنسان إلى حضرة الله فالذين يسجدون الله يسجدون في الروح فالإنسان المفروض يكون روحاني والمفروض يكون إنسان عندما يأتي إلى حضرة الله في التسبيح زي ما حكيت أنت تفضلت أنت قلت أن الإنسان المفروض أنه ينسى نفسه أنه الإنسان واقف أمام الناس لأن الإنسان اللي بيرنم لا يرنم إلى الناس ولكن يرنم إلى الله فعلا أيوة. واتصال عظيم جدا ما بينه وبين بين الله في التسبيح والترنيم الجميل لأن الكتاب المقدس يقول
قدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية عند الله. أيوة عبادتكم العقلية. الإنسان عندما يقدم شيء من التسبيح أو يقدم شيء الروحانيات، إن الإنسان يقدم نفسه كامل إلى الله، فبيكون اتصال الترنيم يكون اتصال ما بينه وبين الله فعلا مباشرة. أيوة صح كده، ربنا يباركك. أشعر أنه الرب استخدمني في فترة طويلة بالترنيم والتلحين والعزف والآخرة، وكنت طبعا في الأيام القديمة كنت دائما أفكر أقول يا رب الناس اللي بترنمها، يعني مثل خلينا أقول منير حبيب، نجيب لبي والآخرة، كانوا دائما لما أسمع ترنيمهم أدخل في أعماق 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 جدا، يعني الشيء لا يتصور الإنسان في عمق هاليلويا. وأتصور الله إن أنا طاير في السماء مع كلمات الترانيم. فأنا يعني فعلا جميل جدا إنه فعلا أسمع أشخاص بتكلموا وبيشجعوا الناس حتى يرنموا، لأنه كل إنسان في داخله شيء عظيم إنه يخرجه، وفي ناس بتخاف ترنم مع إنه أصواتها حلوة. وحتى لو إنسان لو كان صوته مش حلو، المفروض الإنسان يتشجع حتى يرنم. في أحياناً تلاقي لك واحد بحفظ أغنية بحبها وبطلع بغنيها، فأنا دائماً بشجع دائماً الإنسان بدل ما يغني أغنية ويتمتع فيها ويعيش في لحنها، يسمع له ترنيم حلوة جميلة ويرددها حتى يكون في اتصال أكبر ما بينه وبين الله. أمين. شكراً لك يا أخ هاروت، وربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكراً لك. احنا معنا تليفونات تاني. الدكتور رامز نيوجيرسي. هلو، اهلا دكتور رامز. مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك. اهلا وسهلا، ربي يبارككم. وفعلا انا مستمتع قوي بالحلقه، بس في يعني نقطتين قصاد، انه يعني انا بحس ارتباط قوي الصلاه بالتسبيح. ايوه، اعمال 16 لما نحن نصف الليل كان بولس وسيله صليان وسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فبحس ارتباط قوي بالصلاة والتسبيح، لأنه ده بيدخلنا إلى محضر الله، بيأتي تنقية وبيحتي صفاء للذهن والفكر. فبيبقى الواحد في محضر الله بيشوف الرب قد إيه قدوس. يعني كنت بمر بتأمل إزاي الرب قدوس قدوس قدوس، فليدخل محضره بيسبح يكون يعني في كامل حضرة اللي هي في قداسة. أيوة. النقطة الثانية اللي عايز أركز عليها في كولوسي 3، يقول لي تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. وفي عدد 23، وكلما فعلتم فافعلوا من القلب كما للرب ليس للناس. أيوة. فأنا متفق قوي مع الأخ مع السلماس إنه التسبيح بيدخلني محضر الرب وكل الرب. بس النقطة اللي أنا بختلف فيها، ما عندناش يعني الكتاب أو في العهد الجديد ما فيش حاجة اسمها كستارز، لأن دي حاجات إحنا حاولنا نعملها، لأن طبعا في ناس أصواتها حلوة ومستخدمين، لكن نركز إنه كل بيعمل عمل الرب. يعني فكرة إن إحنا نجمع مجموعة عشان يجوا يسمعوا حد، أنا مش بقول إن ده بدقة حسب الكتاب، لأن كل الستارز في الكتاب بيتقدمهم بولس الرسول كان هدفهم كان يكون فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع، يعني إن هو أنكر نفسه وحمل الصليب. فيعني أنا بعتبر إنه العصر اللي إحنا فيه عصر ذهبي، إنه الرب يستخدم كل واحد بحسب موهبته لمجد الرب، لنفوس تيجي للرب. فما ينفعش إن إحنا نكون يعني سوري هناخد مكان الرب، حتى لو في ناس عندها موهبة، حتى لو هم متميزين، لكن ده يصب كله في النهاية على استخدامهم لمجد الرب. وطبعا فكرة إن التسبيح بيدخلنا محضر الرب ده أهم شيء، لأنه نتيجة الصلاة والتسبيح لابد أن يكون هناك تتزعزع يعني أساسات السجن. ورب يستخدمكم بقوة، يستخدم الناس، لأنه فعلا بشوف فيه إنه رب يستخدمه بقوة في أماكن كتير لسبب هذه النقطة، إنه بالصلاة والتسبيح وكل محضر الرب الناس تتغير. أيوه. شكرا يا دكتور رامز، وشكرا لكلماتك الرائعة. وأنا عايز أقول إن أنا موافق معاه بنسبة 100%، مش معترض على ولا كلمة. بالظبط، الناس هي اللي بتصنع الاستعمال. بالظبط، يعني هي الناس اللي أنا موافق معاه، يعني هو قال كلام أنا كنت عايز أقوله، أنا مش معترض ولا على كلمة من اللي هو قالها. 100% كلامه صح. ده صحيح. أنا أزود حتة في اللي هو قالها في الأول على ارتباط الصلاة بالتسبيح. ارتباط الصلاة بالتسبيح لما نبقى عايزين نخش لوقت نقضي في محض ربنا وقت، فلا ود أوقات نسمع تلبطنا
واوقات نسمع تسبيح الله، اوقات نسمع طلباتنا. بس هي الصلاه مش مفروض تبقى طلبات اصلا، ما هو برضه دي بتبقى الصلاه مش شرط تكون طلبات، هي علاقه احنا مبنية. اللي عملنا الصلاه طلبات. لا لا هي طلبه، هي الصلاه طلبه، علاقه مبنيه ما بين الانسان والله على طلبه ما، هي علاقه لكن مش طلبه ما ليا، طلبه ما لغيري، طلبه ما بطريقه او باخرى. ممكن تكون تسبيح من خلال الصلاه، ما يبقى تسبيح. ما هي لو دخلت في حته انت بتتكلمي عن ربنا بقت تسبيح، ما بقتش صلاه. الصلاه طلبه، لتعلم طلبتكم لدى لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء من الشكر لتعلم طلبتكم. اذا الصلاه طلبه، بس هي يعني في حادثه بولس وسيله كانوا مرتبطين مع بعض، لان في اوقات كانوا هم موجوعين فكانوا بيصلوا، لما يبقوا عندهم ايمان وفرحانين بيسبحهم. الكتاب بيقول ان كان احد حزين فليصلي، امسرور فليبتل. يعني في اوقات بنبقى احنا مضغوطين فنصلي، وفي اوقات تانية مبسوطين هنسبح. فانا عايز اقول انا موافق على الكلام اللي قاله بنسبه 100%، لانه ده هو ده الصح، ما اقدرش اقول فيه كده. هو معانا مكالمه تليفون تاني، وفي نقطه برضو عايزه اتكلم فيها، هي نقط بتروح مش عارفه الوقت بيجري. الو، عطيه من كندا، اهلا يا اخ عطيه، اتفضل. الو الو، اهلا بيك. اهلا بيك، انا مبسوط جدا من البرنامج. شكرا. والرب يباركه ويبارك الاخ هرمس سمير. اهلا بيك، الله يبارك. الرب يبارككم ويوسع تخومكم. الله يبارك. هي في ترانيم فعلا بتسبيني وتنقلني الى عالم اخر في محضر الله. فاشكر الرب لاجل خدمه الترنيم، وانا بعتبر ان الرب استخدم الاخ هرمس سمير بقوه وبنى مملكه التسبيح. بالنسبة للنجومية اللي اتكلم عليها الأخ قبل كده، أنا بشكر الله أنه فيه كثير من الشباب اللي صوتها جميل وتأخروا صوتهم في خدمة الرب والتسبيح. دي خدمة عظيمة جدا، وبدل ما بيستخدمها في الغناء المهم أنه بيستخدمها لخدمة الرب. أيوه. وأنا المهم في المرنم انه يطلب من الرب انه يتوارى خلف الصليب. أيوة. ويظهر. أيوة. المسيح بقوه ليعلن شخصه للناس كلها. سؤالي لحضرتك يا اخ ارمس، ايهما يولد اولا، اللحن ام الكلمات؟ ولا اللحن والكلمه يتولدوا معا، بس لو بد من تغيير الكلمات حتى تتماشى مع اللحن؟ وهل الشعر ينفع ترنيمة؟ والرب يباركك، وأرجو أن نتواصل معا في خدمة كتابة الترنيمة. شكرا يا شكرا يا خاطئ، وربنا يباركك ويبارك موهبتك في كتابة الترنيمة. شكرا. واضح أنك ليه في كتابة الترنيمة. أنا عرفت رد السؤال ده على فكرة. فضل. صح. فضل قول لي جواب. الكلمات الأول، وعلى أساس الكلمات وهدف الكلمة بيطلع اللحن. ده اللي انا فهمته من حضرتك. يعني هو اللي حضرتك قلتيه صح، واللي هو قاله التلاتة صح. يعني مفيش استنبط. يعني ممكن يجي لك لحن وتركب عليه ترانيم. ممكن تركب عليه كلمات. ممكن قوي. وعلى فكره احنا نعرف، يعني لو هاخد بره الروحيات شويه اتكلم على ناس في العالم، عبد الوهاب كان معروف ان هو بيدي الالحان للكتاب. دي موهبه، بس هو استغلها بالطريقه دي. يعني هو مش كان حاجة بيدي الحانه للكتاب يكتبوا عليها لو سمعت اسف دي الاغنيه. في الترانيم ممكن طبعا، ممكن وانت تبص تلاقي ربنا مديك لحن جميل، او انت بتعزف ربنا اداك لحن جميل قوي حلو فتديه لحد، سواء انت تكتب عليه او تديه لحد يكتب عليه تاني. يعني بس ده انا رايي الاقوى كلمه، طبعا ده بيبقى لحن مميز قوي. فلو اتحط عليه كلمات مميزه بيبقى ترنيمه قويه قوي. هو الترنيمه القويه عباره عن ايه؟ كلمات قوية ولحن بيخدم عليها. بالظبط، مش كلمات بتخدم على لحن. بس الكلمات قوية بتحكي عن ربنا واللحن بيخدم عليها فبتطلع قنبلة. الصح ان انا بكتب كلمات وبعدين تاخد لحن، وده يعني يعتبر السكة الصعبة. وفي اوقات تانية سواء انا اللي بلحنها او مش بعرف الحنها، بكتب كلمات وبروح اديها لحد تاني يلحنها. عشان كده ده اللي حضرتك قلتيه، انه لازم يقرا الكلمات كويسة، يعرف دوافع الكلمة روح الكلام عشان يقدر يحط لحن يخدم. لأن كل سلم له، كل سلم له وقع على النفس. كل سلم في السلالم الموسيقية في سلالم تميل للترانيم النفسية أو الترانيم اللي هي تعزية زي السول ماينو لا ماينو. في سلالم تفيد التسبيح
وتدخلك لجوسب زي الجيميجو والدوميجو فكل سلم له واقع على النفس. فانا بمعرفتي بالمزيكا الكلمات دي تعزيه احفظها انها تتحط على سلم المينو المينو اللي هو يقدر يظهر في دفء في اللحن. لو في حاجه للعباده والتسبيح احطها على سلم كذا. فعشان كده حلو ان انا كلمات محطوطه بقراها وبحط عليها. وقلنا قبل كده ان ممكن يكون لحن اتحط عليه كلمات. وممكن بتيجي الثالثه انه وانا ماشي ربنا يديني كلمات ولحن في وقت واحد تلاقيني بدندن الكلمات في اللحن والاثنين جداد. فدي ممكن ودي ممكن ودي ممكن. طيب احنا معانا مداخله تاني. سحر من كاليفورنيا. الو يا سحر. مرحبا ربي يكون معكم. مرحبا بيكي ويبارك فيكي. انا في لي مداخله للاخ هرماس. اتفضلي. بقول له ربي يبارككم ويباركك انت ويباركك انت كمان ويعطيني نعمه اكثر وموهبه اكثر حتى يوصل لقلوب الناس وخلاصهم. امين امين. اخ هرماس كنت حابه احكي لك شغله. انا برايي انا بامن انه التسبيح يهدم حصون. ايوه. انا مريت بتجربه كانسر وخلال فتره مرضي وانا بتخذ كنت دائما بسبح ودائما برنم. وانا برايي انه التسبيح هو علاج للسرطان. انا بامن انه لما بعيش الكلمه وبرنمها بغض النظر عن اللحن بدخل بعمق مع الله اكبر. والله بيعطيني قوه بخلال ضعفي وانا عم بسبح. عشان هيك بامن انه هذا التسبيح هو سلاح يهدم حصون. وانا عن جد كثير بتابع خيمه التسبيح والترانيم ومرات كثيره بكون بالبيت لحالي وعم بسمع ترانيم. عن جد روح الله بيملاني وبيعزيني وبيشجعني وبيرفعني اكثر واكثر. شكرا لك. شكرا. بارك الرب بس يعني الرب يبارككم ويعطيكم موهبه. شكرا يا اختي. شكرا يا اختي سحر وربنا يباركك انت كمان ويزيد ايمانك القوي. شكرا ليكي. انا فرحان من اجل الناس اللي سهرانه وبتحكي بتكمل كلامنا. انا موافق يعني انا فرحان ومبهور بشكر ربنا. حاسس الكلام بيكمل اللي احنا بنقوله اللي احنا ما نعرفش نقوله غيرنا بيقوله. انا موافق على اختنا سحر جدا. ده يعني عايز اقول لحضرتك ما فيش حاجه ترعب ملكوت الظلمه قد التسبيح البروح والحق. وعندي كنا محتاجين 15 حلقه عشان نسمع. ده انا لسه عايزه يعني سلطان التسبيح وقوته بالزبط. على قوات ابليس برغم ان ابليس مش شويه. ابليس موهب. ابليس هيقول عنه الكتاب كده لا يستفز نبلك قصح جارتي المقلاع ترجع عنه كالقش يحسب الحديد كتبنا والنحاس كالعود النخل. يعني كل اسلحه الحرب ما تستفزوش. لكن الحاجه الوحيده اللي تخليه يولول ويهرب ويقول يا تلفي يا تلفي اي يا خرابي يا خرابي ناس بتسبح بروح الحق. يا تلفي يا تلفي دي بامانه ده كتابيا في اشعياء 24 16 من اطراف الارض سمعنا ترنيمه مجدا للبر فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي ان نهبون نهب نهبون نهب نهبا عليك رعب وحفه وفخ يا ساكن الارض ويكون ان الصاعد من الحفه يؤخذ بالفخ لان ما يزيد من العلاء انفتحت وسط الارض زلزلت ابليس يرتعب يا تلفي يا تلفي ومسمينا النهب يقول لك الناهبين جم. يعني نسمي اي اجتماع بيسبح بس بروح والحق. وزي ما اخونا كان بيقول في زينه مقدسه وبروح والحق. الحتتين دول لو توفرهم في جماعه بتسبح ابليس يقول لك يا خرابي. بالبلدي عندنا في مصر بنقول على يا تلفي دي الكلمه المهذبه يا خرابي يا خرابي يا خراب يعني يا خراب مملكتي. ايوه صح. ده اختنا قالت كلام في غايه من القوه. احنا معانا مداخله ثانيه يعني مش هنكمل كلامنا كده. بنت الرب من ميتشيغان. من ميتشيغان. الو. الو مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيكي. ممكن اتكلم مع الاخ هرماس؟ طبعا ممكن. اتفضلي. شلونك اخ هرماس؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. الله يبارك. طبعا صدقني انا فاتحه الانجيل على اشعياء 24 وكنت حابه اقرا 16. من اطراف الارض سمعنا ترنيمه مجدا للبار فقلت يا تلفي يا تلفي ويل لي الناهبون نهبوا الناهبون نهبوا نهبا وانت حكيت هلا يعني انا هذه مره انت جيت على ميشيغان
وكان في تسبيح، وانت قلت هذه الايات بالفعل ووضحت عنها. فامبارح كنت اقراها وذكرتك وذكرت لاي مدى وصلت معنى التسبيح، وكيف انه الابليس قال يا تلف يا ويلي يا ويلي. وهاليوم انت طلعت وانا يعني حبيت مبارك اسم الرب، لان فعلا كانت بركه لي هذه الكلمات. بس حابه منك يا اخ هرماس، انا حياتي تسبيح، وحابه انه فعلا كل شيء بحياتي يكون تسبيح، يعني انه كل شيء يخرج من فمي انه تعظيم للرب. بس حابه منك انه تتكلم شويه لانه عن انه هل كيف التسبيح ممكن انه يكسر قيود، حتى قيود المرض؟ لان انا اؤمن انه حتى اي اله من الات الموسيقيه ممكن تخدم حصول. كنت حابه اسمع يعني لو سمحت، لو في دقائق قليله تحكي عن انه كيف حتى التسبيح ممكن انه يشفي من الامراض لو سمحت. حاضر، احنا نرد عليكي وشكرا ليكي وربنا يباركك. الله يبارك. شكرا. شكرا. ده كان سؤالي بقى، ان لسان حالي مش قادره ارنم، في هموم وفي حاجات كتيره بتبعدني، ببقى قاعده بسمع تسبيح بس مش قادره اسبح فعلا، بيبقى في مراره جوايا. طبيعي. تفتكري في يوم هنعدي فيه ابليس مش هيحاربنا فيه؟ لا مفيش. طيب انا لو انا انسان بعتمد على ان يتوفر لي الظروف الحلوة عشان أسبح ربنا، يبقى تأكد إن إحنا مش هنسبح، لأن إبليس خصمكم يجول ملتمس من يبتلعه. كل يوم إبليس بيرمي علينا مصايب وبلاوي لولا حماية رب. إذن لو أنا توقفت على حالتي في تسبيح ربنا مش هسبح ربنا. عشان كده هقول لحضرتك جملة جميلة قوي، التسبيح موقف إرادي وليس انفعال عاطفي يعتمد على حالة بمر بيها. برغم من حالتي، ده بقى صعوبة فيه، برغم من حالتي الله يستحق أن ياخد المجد. صعب جدا أربط الله بجلاله ومجده وعظمته وبهائه. الإنسان بالنسبة لله بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. يعني حضرتك بقولها دايما في كل حتة، يعملي كوباية شاي أو كوباية قهوة وانت بتغلي الغلاية، بتفتح بس الغطاء كده بيطلع شوية بخار لمدة ثانيتين وما تشوفهمش، مش كده؟ هم دول 80 سنة بتوع الإنسان بالمقارنة بالله الأزلي الأبدي. فتخيلي الله عايز يسمع تسبيحي وأنا قاعد مهموم بمشاكلي. ما هو هي سامحيني، إحنا مش مكان، لكن هي يعني تربية بتربى عليها من أساسه. أنا عايز أحكي لحضرتك، هقول المثل ده وباستفاد. في مزمور 9 بيتكلم عن واحد، لو هرجع اقول لك احلى تعريف للتسبيح اتقال في مزمور 9 اللي هو ده، بيقول لك ايه؟ الايتين الاولين بيقول احمد الرب بكل قلبي احدث بجميع عجائبك. مزمور 9 آية 1 و2، احمد الرب بكل قلبي احدث بجميع عجائبك، احمد واحدث افرح وابتهج بك ارنم لاسمك ايها العلي. يعني لو دورت على احلى تعريف للتسبيح هو ده، احمد الرب بكل قلب احدث واذيع واخبر عنك بعجائبك افرح وابتهج بك. ان التسبيح مليان فرح، رنم لاسمك ايها العلي لانك اله رائع. اوكي، لو حد فاتح معايا مزمور 9، عايز الناس تقرا معايا مقدمه مزمور 9 بتقول لامام المغنيين على موت الابن مزمور داود. انا معاكي ان المزمور 9 من المزامير اللي يسموها يتيمة ملهاش، مش عارفين أصلها أو مش قادرين يفسروا كلمة على موت الابن. لها تفسيرين، في تفسير بيقول إن هي حاجة كده زي على الجواب، يعني حاجة في المزيكا، كلمة على موت الابن هي بالعبي برضو على موت الابن كده. في التفسير الأولاني بيقول إنها تخص حاجة في المزيكا كأنها على القراءة أو على الجواب، حتى تخص مرد. وفي تفسير آخر بناء على الكلمات اللي موجودة في المزمور، فيها موت، فيها دم، فيها وجع، فقال إن ديت حصلت في الوقت اللي داود فيه كان بيصلي إن ابنه اللي جه من بتشبع اللي عارف إنه هيموت، فدخل لابس مسوح أمام الله وصام وصلى لعل الله يشفي الصبي. الحادثة بتقول إنه إن إن
ان حوالينه العبيد بتاعه قالوا له يعني ده لو الواد مات ده الملك وهو لسه الواد حي ولا بياكل ولا بيسوق وصايم ونايم على الارض ولابس مسوح ده زمان ده هيموت نفسه. هو شاف في عينيهم شكل الواد قال لهم الواد مات قالوا له مات يا جلالة الملك. دخل قلع المسوح لبس حلق تطيب واكل. قال له جلالة الملك انا بزود بعض يعني كلام من عندي لكن هو ده الكلام اللي موجود. معلش انت عملت معانا حاجه غريبه قوي لما كان الواد حي موتت نفسك. لما الواد مات لابس احنا عكسنا احنا ما بنموت بيحصل المصايب لما يموت. قال لهم انا هي دي بقى التربيه الصح. وطلع يقول الكلام ده بقى. تطيب ولبس وطلع يقول احمد رب بكل قلبي احدث بجميع عجائبك افرح وابتهج بك واني من اسمك اهل علي. الله ازاي هو انت مش من طينه غير طينتنا؟ اصله تربى صح. احنا تربينا ان انا اولى من ربنا. ولما يجي عندي ظروف صعبه ببقى قاعد كده وكاني بفكر في نفسي كاني بقول لربنا انا مش فاضي. انا هديك مثل الحته اللي بنقولها دي مهمه قوي وحلو ان يعني الساده المشاهدين كلهم يبصوا عشان ما حدش هيربيني انا اللي هربي نفسي. لان ما يزرعه الانسان إيه ايضا يحصل. فانا بزرع بالهبه هحصل حضور الله. هزع بعدم هبه هحصل عدم حضور الله. ما توقعش انه يحضر في عدم هبه. لو انا وحد صاحبي في سني نعرف بعد هحكي بس قصه صغننه لمده دقيقه ونص ابين فيها ان الموضوع مشكلته تربيه مش متربيين في هبه صح. الله جوه القلب عهد النعمه اللي احنا فيه ربنا على الاخذ فقط والانانيه. لكن الهبه مش معناها النعمه اللي احنا فيها مش عهد النعمه اللي احنا فيها يتعارض مع هبه الله. الله هبته زي النعمة لازم في ده وفي ده. لازم ما نخطئش بأن أنا أفضل نفسي على ربنا. لو أنا واحد صديقي إحنا الاثنين في مستوى واحد وأنا تعبان وجي يقول لي إيه عايز يفرحني فجي يقول لي إيه يعني مثلا عايز أقول لك نكتة عشان أفرحك فأنا رديت عليه رد قاسي قلت له متأسف أنا مش فضيلك سيبني أنا عندي هموم مش فضيلك للنكتة. وقعدت كده بفكر في اللي أنا فيه وما رديتش عليه هو مش هيزعل مني مش كده. أنا ما قلتش له حاجة تزعله وإحنا في مستوى واحد وأصدقاء واخدين على بعض. لكن لو انا رايح بقى في مؤسسه كبيره شركه كبيره وبتديني مبلغ كويس قوي 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 ورحت وعندي مشاكل في البيت مراتي معكنين عليا او حد تاني معكنين عليا او جوزي او 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 عندي بس سيبك انا بهزر عندي مشكله ما ورايح بقى متقوي في الشغل والرئيس الشغل او المدير جمع الموظفين وبعدين هو بيتكلم قال نكته بايخه فانا هقول له ايه؟ اقلب بقى لا هتضحك دماغنا يعني ما مش فاضيين لك دماغنا عندنا هقدر اقول له كده؟ لا طبعا ولا هركن الوجع على جنب على الاقل هبتسم مش كده؟ طب لو زاد بقى ملك ولا حد يعني قصدي بتزداد هيبه قصاد كل حد مكانته كبيره وانا بنسى همومي قصاد الشخصيه العظيمه. في يوم من الايام حب ربنا يكلم مع ابراهيم قال هل اخفى عن عبد ابراهيم ما انا صنع؟ قالك ده ابراهيم ده هيبقى ام عظيمه. انا عايز احكي ربنا اللي ملوش مشير حب يخلي مشير. ربنا اللي يقول الكتاب عنه ايوب ملوش مشير مين مشير لله؟ قالك اشير ابراهيم تعالى ابراهيم احكيك انا عايز احرق البلد دي بنار وكبريت. ايه رايك؟ قال له رب هل ابراهيم بقى قالك ربنا نزل حكي لي بقى خلاص بقى بدل ما يحكي لي حط ايده على كتف ربنا كده وقعد يقول له ايوه رب قول لي اللي في قلبك. لا طبعا انت عارف ابراهيم قال له ايه؟ كلها مشهوره الجمله دي وانا بتاسرني قوي شرعت أكلم المولى وأنا تراب ونمط. أنا عارف مين أنا ومين أنت. كون إنك أنت راضي تتكلم معايا وتسمعني دي كرامة ما بعدهاش كرامة. وبدأ يحكي مع ربنا وكل ما يقول جملة يقول له شرعت أديان الأرض لا يعدل وعمال بيتكلم وحافظ المسافة. ده أنا بسأل حضرتك بقى لما أنا أدخل اجتماع وعندي مشكلة زي ما أنت بتقولي وأنا داخل الاجتماع عامل كده الأخ يبدأ يقول تسبيح قولوا رب صالح تعالى نحكي عن ربنا ده مات من اجلنا ويستحق وانا اعمل له كده. ما انا صحيح جوايا مشكله. طب يعني بيبقى الواحد غصب عنه نفسيا متدمر. ما هي تربيه. انت تربيتي على ايه؟ لو تربيتي زي داوود هيقدر في كل وقت حتى في الظروف الصعبه اللي ابنه مات فيها يطلع يقول له رب احمد رب من كل قلبي. لو انت تربيتي على انك تاخدي بس او انا اخد بس وربنا ملوش هبه في حياتي. اسالك سؤال بقى انا لو دخلت لربنا بالطريقه اللي بقولها دي انا اتعاملت مع الله ان هو صديق في مستوايا ولا مدير كبير؟ انه تفتكر يعني انا رد فعلي لما انا ابقى قاعد كده وبقول
كاني بقول له ربنا انا مش فضيلك، انا فاضل نفسي، عندي مشكله اتعامل مع الله كايه؟ صديق في مستواي، يبقى انا ما فيش هبه. صعب ان انا اشيل الهبه ما بينه وما بين الله، انا ولا حاجه. اله المجد اكرام ليه ان يعطيني ودن يسمعني انا، وانا اللي شويه تراب امتنع واقول عندي ظروف اهم منك. انا احنا مش مكان، انا معاكي، بس محتاج نربي من نفسنا من اول وجديد ان الله هو الله، ندرب نفسنا، وانا انسان وفي كل الاحوال هو مستحق الحمد. ادرب نفسي على كده، لما انا باجي اقول له انا مش فضيلك كاني بقول له انت يعني سيبك دلوقتي انا عندي اللي مكفيني. عشان كده الكتاب بيقول من منكم في الحزين حزين فليصلي، مصروف فليرتب. لو عندك وجع وانت داخل الاجتماع حلو قائد الاجتماع، يدي فرصه 5 دقائق يا جماعه، لو اي حد عنده خطيه يتوب يحتمي بدم المسيح، لو اي حد عنده حزن، لو اي حد عنده وجع، لو اي حد عنده حاجه، القى على رب همك وهو يعولك. عشان كده بسمي المسبح محارب، بيحارب من اجل الناس تقدر تنطق بتسبيح ربنا. يديهم دقايق مش ساعة، هي فترة التسبيح نص ساعة، أنا أديله 5 دقايق منها لو عنده حزين يرمي على الله همه وحزنه عشان يقدر يتفرغ إنه يقول لرب ادخلوا أبوابه بالحمد، يقدر ينطق بتسبيح ربنا. لكن هي هيبة، عايز أقول لحضرتك الهيبة لا تتعارض مع النعمة، إحنا مسكنا في النعمة وسيبنا الهيبة. الله هبته زي ما هي، هو أمس واليوم وإلى الأبد، ليس في تغيير ولا ظل دوران. عايز بس أقول لحضرتك في يوم من الأيام ولاد علي ولاد هارون شاف ابوهم بيبخر قصاد التابوت قصاد الله، وتربوا في وسط بيت شايفين ابوهم طول عمره اتولدوا ملقوا ابوهم كده. فواحد قال للتاني ما تيجي ندخل احنا كمان نعمل زي ما ابونا ما بيعمل. دخل الاتنين العيال مسكوا مجمره وبيقدموا كده قصاد التابوت نار غريبه، يقول الكتاب نزلت نار من السماء واكلتهم في الحال. هو ده نفس الله اللي احنا بنعبده النهارده، ما حصلش فيه تغيير. هو ده اللي نزلت نار تاكل ناس، قدمت نار غريبه، هو نفسه اليوم، ليس في تغيير ولا ظل دوران. طب ايه اللي حصل؟ النعمه اللي تركزت لنا في يسوع استخدمناها غلط. ان انا ممكن وقت ما اكون مبسوط ادخل واقول له، ولو وقت ما اكون حزين خليني فاضي الحزن ومشاكلي بقى، هو يعني انا اهم. هي تربيه. عشان كده بقول لحضرتك هي هبه، محتاجين نعيد من جديد اعرف انا مين، واقف قصاد مين، وكون ان هو يديني ودن يستمع تسبيحي ويتلذذ بتسبيحي، وانا امتنع واقول انا عندي مشاكل اللي مكفياني. انت عارفه لو واحد مهم دخل عليكي زي ما قلت مدير الشغل، عندي مشاكل وقاعد مهموم في الشغل كده، وفجاه دخل عليا المدير الكبير في الشغل، وقت ساعتها هتبص تلاقيني قمت واتنفضت ونسيت كل وانتبهت للشغل، مش كده؟ الله مش اقل. بس احنا كده يعني انا شايفه يعني استسلامنا لحزننا ده مش دلع كمان، انا بفقد بركه طبعا. هو بيديني طبعا بركه من خلال التسبيح، بيشفي نفسي المجروحه من خلال التسبيح. انه يسمع مني، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه يسمع مني تسبيحي ده بركه ليا بالظبط. لانه ايه اللي هيكتب في سجل سفر حياه الانسان؟ انا ابهكت الملك، انا اللي ولا حاجه قلت تسبيح وذبيحه صارت قلب الملك. عشان انا ألفت نظر الملك وابهق قلبه، انا شايف ان دي حاجه ادفع فيها عمري وانا مرتاح عند قدمين رب. طيب احنا معانا مداخله الاستاذ كميل من نيوجيرسي. الو. ايوه مساء الخير. اهلا مساء الخير، اهلا بيك. اهلا بيك مساء الخير اسيس رماس. اهلا بيك يا اخي كميل، الله يبارك. من كنيسه الاسيس ماجد. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. انا بتكلم بس عشان اشكرك على المؤتمر العظيم، وبحب يعني اقول بشكل عملي يعني احنا ازاي بالتسبيح كنا عايشين حياه السماء واحنا على الارض. احب اقول للناس ان التسبيح هو اللي كان بيحضرنا لدخول الكلمه، ويخلينا نستقبل الكلمة وأرضنا بتبقى أرض جيدة. مبارك اسم الرب. التسبيح هو اللي بيخلينا نقدر نخدم وننسى ذواتنا ونطلع للأراضي اللي محتاجة إن هي تتخدم، الناس التعبانة والناس العطشانة. لأن وإحنا ماشيين وإحنا في العربية وإحنا بعيد عن الكلمة احنا بنسبح، وطول ما احنا بنسبح ربنا بيقودنا للكلمه اللي فيها الخلاص للنفوس لجسد المسيح اللي دفع ثمنه.
أنا بشكر الأسيس شرماز جدا على تعبه معانا وعلى خدماته. حبيبي أنا اللي اتبركت في وسطيكم. قد إيه الحقيقة يعني كانت قيادته للكنيسة يعني في في شهر حر، في أيام حر زي اللي إحنا كنا فيها ديت، كنا قاعدين ملزقين جنب بعض في الكنيسه، الناس كانت يعني العدد هو يمكن يقول لكم، انما ما حدش كان حاسس بحاجه غير بروح ربنا اللي سايد على مبارك اسم رب. نشكر ربنا. مبارك اسم رب. صدقني وحشتني كتير وحشتوني تاني، لسه سايبكم وحشتوني لان انا اتمتعت بحضور ربنا في وسطيكم، كنا مع بعض بنقدر ندخل لمحضر الله. الله يبارككم، انتوا كنيسه رائعه. الله يخليك يا أسيس، ده احنا متشكرين ليك ولمحبتك. انا مش عايز اطول، انما بحب بس اقول للناس كلها ان التسبيح دي حاجه ربنا مديها لنا علشان يجهزنا للخروج للمعركه الاخيره اللي بيجهزنا يسوع علشان مبارك اسم العروسه تكمل في اسم يسوع. مبارك اسم الله. شكرا شكرا تاني. الله يبارك يا حبيبي. الكرمة وربنا يبارككم. شكرا ليك. الله يبارك. شكرا ليك يا اخي تميم. يستخدمك كده ويوسع تخومك باكثر قوه من كل الماضي. اسم يسوع. اسم يسوع. شكرا ليك. شكرا. الناس بتكمل سكريني الكلام. يعني انا حاسس بحضور ربنا. وربنا استخدمك جامد في المؤتمر ده، فنشكر ربنا. مبارك اسم رب. تحب نقول ترنيمه؟ نقول الترنيمه ونرجع تاني نكمل الكلام. الترنيمه اللي جايه بتقول كلامها جميل قوي. بتقول دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك نفس السلم سولماني، جاي لك ربي جاي بطيبي وبترجاك. كلماتها حلوة قوي يعني. أو هي بنفس الجو الأولاني اللي أنا بدأت فيه، اللي هو أنا طالب حضورك، هي نفس السكة يعني. وأنا فعلا في الوقت ده أنا وزوجتي داخلين في وقت طالبين عمق جديد مع ربنا قوي، وربنا سحبنا في عز صعوبة جو مصر. ودي متعة بقى في عز هذا الجو اللي بيغلي، ربنا واخدنا على جنب كده وحسينا ان احنا عملنا زي استيما عملت معاك كده. احنا يا رب نفسنا نخش في عشة معاك، تعالى تعشى معانا، تعال ادخل معانا في الشركة. وحاسين احنا انا وبيتي واسرتي محميين في ايد ربنا، ما حدش هيقدر يمسنا طول ما الهي لم يأمر، لان انا بصدق زي الطفل محدوف على كلمة الله اللي يقول يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك وإليك لا يقرب. كلمة الله حي، لا تدنو ضربة من خيمتك. أنا اللي ماسكني واللي حارسني سيد الأرض كلها، ما حدش يقدر يغلب. عشان كده إحنا نقضي أوقات صلاة من أجل بلدنا، وأوقات تانية ندوب وننطرح قدامه كده ويقعد يحكي معانا. فداخلين في حتة مبهورين بحلاوة رب، يعني زي ما رب بيتكلم أدخلني الملك إلى بيت الخمر. هنا مش قصده الخمر اللي هي الشرب، يعني كلمة الخمر دايما الخمر اللي بتاع العالم بتبهج القلب للحظات. خمر إلهنا يقول الكتاب لا تسقوا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بروح القدس. إذا معرفة الرب والملء بروح القدس والدخول لمحضر الله يسكر القلب بسكر روحي مش سكر العالم. عشان كده التانيمة دي بتحكي بتقول دايب قلبي صلما. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جايب طيب وبترجاك. دايب قلبي دايب في العشرة معاك، جاي لك ربي جايب طيب وبترجاك. شايفك يا خلاصي بتملى بخمري كاسي، فكري وإحساسي دايب أنا فيك. سمعك بتناديني فرفعت عيني، أنظرك تعطيني أسرار خائفي. شايفك يا خلاصي بتملى بخمري كاسي، فكري وإحساسي دايب أنا فيك. سمعك بتناديني فرفعت عيني، أنظرك تعطيني أسرار خائفي. دايب قلبي دايب
في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى دايم قلبي دايم في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى قلبي بيك مفتون بيك ربي مفتون وبحبك مديون نفسي أرد الدين علمتني هواك توعد واستناك أنسى الكل معاك بس احنا الاتنين قلبي بيك مفتون بيك ربي مفتون وبحبك مديون نفسي أرد الدين علمتني هواك توعد واستناك أنسى الكل معاك بس احنا الاتنين دايب قلبي دايب في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبتوجع دايب قلبي دايب في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبتوجع ها عمري قرات طيبي بيك مقصورة قدمتها مكسورة عندي قدمك ليتك ترضى بيا بروح تسكن فيا ويتملك عليا رائحة تفرح بيك ها عمري قرار طيبي بيك مكسورة قدمتها مكسورة عندي قدمك ليتك ترضى بيا بروح تسكن فيا ويتملك عليا رائحة تفرح بيك دايب قلبي دايب في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى دايب قلبي دايب في العشرة معاك جاي لك ربي جايب طيبي وبترجى كلماتها جميلة قوي مشاعر يقدر ربي يصنع كده جميلة احنا يا للأسف مقضينها مع ربنا فتات أي مقضينها مع ربنا تيكاوي مقضينها مع ربنا مستورة معدية لكن إلهنا عايز ياخدنا في حتة عميقة قوي يبقى فيه المتعة كل يوم بيمر في حياتي فيه متعة في العلاقة معاه متمتع بدنيتي متمتع بالعشة معاه مش واحد ماشي دايما شايل شيل التأنيب على ظهره على طول ومحني وراضي بالفتات اللي هو واخده واللي ابليس قاسمله بيه لا في متعه واللي هو ارض الليان دي عايز اقول لحضرتك في ارض الليان ربنا تورنا ليها فيها متعه في العلاقه مع الله عايز يصنع كده زي استير بالظبط ناس عندها حمله قد كده وخوف قد كده وداخله تصنع مع عشره وعلاقه فيتفتن قلب ربنا بينا فيبقوا لنا امورهم عايزين نغير ايه ليك وغير عشان خاطر الكنيسة يقدر يعمل اي حاجه انا متاكد ان رب بكلمه واحده في مصر يقدر يغير القوانين امين لكن ما يقدرش يقول كلمه في كنيسته ما مش ماشيه كنيسته معاه بالامر بالحب في فرق ما بين علاقه حب ما بينه وبين كنيسته وعلاقه امر يقدر في مصر يقول كلمه فتتغير الدنيا لكن في كنيسته مستني احنا اللي نحبه احنا اللي نبادر بالحب في علاقته معانا مبنيه مش على الامر على الحب عشان كده هيجذبنا للارض دي لا والتسبيح في وقت الازمات ده ممتع حاجه تانية حاجه تانية انت متوقعين الوقت ده يبقى فيه الم وفيه ازاي رب يقدر يخرج من وسط الجو ده ناس دايبه فيه انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا في حاجات ألمت بيها عشان كده لما ربنا كلمني يمكن هيكون عندنا يوم الاثنين قعده تانية نتكلم فيها تانية عن الكلام حلو هيبقى لنا لقاء تاني يوم الاثنين لكن انا بتكلم على ربنا كلمني على قال لي تخيل كنيستي اللي انا سوي الموضوع قدامي عروسي اللي احضرتها كنيسه مجيده لا غضن فيها ولا دنس ودفعت فيها ثمن غالي دمي عشان احضرها لنفسي مفيش ولا حد بيتغنى بيقول لي تعالى ولا وعظه بتقول لي تعالى ولا تنيمه بتقول لي تعالى هيجي يخطف كنيستي ازاي وهي ما بتقولوش تعالى بقى حتى المؤمنين ارتبط المجد بالارض مش بالسماء حتى اللي بيخدموا ربنا ارتبط باحلام في الارض ما عندناش اي طموح للسماء فانا لقيت نفسي قلت له يا خبر ده فعلا مفيش تهنيمه حتى اللي بتقول له تعالى بتقول تعالى ادينا
ما بتقولش تعالى اخطفنا. يعني الكتاب ما بيتكلم في نهايه الكتاب المقدس بيقول ايه؟ اروح والعوس يقول انت تعال، من يسمع فليقل تعال. فحتى قدر ابليس بطريقه او باخرى يحط حواجز ما بين شوقنا ان الله يجي يخطفنا. لان معنى رب يجي يخطفنا يعني ايه؟ يعني اتخلى عن كل شيء. انا مره بوعظ في اجتماع، مش بوعظ، بتكلم بقول عايزين نقول لرب، نقول تعالى، لقيت الناس بتصلي كده، قلت لهم انا قلت حاجه غلط؟ لانه كله اصطدم بالحقيقه انه مش قادر يقول له تعالى. ففي حاجه ربنا هيجورنا ليها، فعمال بيصنع كده عشان يدربنا من جديد على تعالى، فيدخلنا في عشه وعلاقه حلوه، فتوصل لنتيجه ان احنا نقول له تعالى. عايز اسالك عن التسبيح، ليه شكل معين او قدسيه معينه؟ يعني انا بشوف بعض الكنائس او بعض المجتمعات حد بيسقف، حد ممكن بيرنموا، هما بيرقصوا في فرق ترنيم. هو ده يعني ربنا بيقبل التسبيح باي شكل ولا بيبقى ممكن بيتعمل ده للتعزيه؟ ده صح ولا لا ربنا مش بيقبل الطريقة؟ انا اقول لحضرتك، انا اتربيت في طائفه مع عدم ذكر اسم الطائفه، ان الهيبه في نظري هيبه الله ان انا اقعد على الدكه اللي انا فيها، كانت دكه مش كراسي، حد اقعد على الدكه زي الدكه اللي انا قاعد عليها، ولو حد اتنفس جنبي يبقى ده مش هيبه. لدرجه كانت في امهات لما تلاقي عيالها قعدوا حاجه تكتم بقهم. انا اتربيت في طائفه كده، ففي نظري كل من هم بيسقفهم بيعملوا حاجات خارجه دولت ليس لهم اي علاقه بالهيبه. فانا اتربيت على كده، شربت كده وطلعت. مقاييس الهيبه في نظري واخدها منين؟ مش من الكتاب، واخدها من العادات والتقاليد اللي اتربيت عليها، لحد ما اصطدمت بجزء في الكتاب المقدس قعدت قصاده مذهول، اللي هو تقريبا مزمور 45 بيقول: يا جميع الامم صفقوا بالايادي، لان الرب علي مهوب، ملك كبير على كل الارض. يا نهار ابيض، ازاي ده؟ انا كنت بفتكر اللي بيسقفوا دولت ناس خفاف، لا الناس ما لهاش في روحيات، ما عارفوش معنى الهيبه. الهيبه ان انا اقعد كده بالكاد انطق، وده لانه علي مهوب سقفه. يا نهار ابيض، ده مش بس من بق حد بقى، ده مش واحد بيقول لي ممكن اشكك في كلامه، ده الكتاب المقدس بيقول: يا جميع الامم صفقوا بالايادي، لان رب علي مهوب ملك. واكتشفت ان انا اتربيت مده طويله محبوس في حاجات كتيره، في عاداتي وتقاليدي وفكرتي عن الصح والغلط. جبتها منين؟ ما جبتهاش من الكتاب، جبتها تعلمنا من التعليم اللي خدته من طائفتي، سواء كافة سين صاد دال عين. عشان كده عايز اقول خلينا نبارك بعض، ده مش وقت نحكم على بعض. عايز اقول حيث روح رب هناك حريه. انا عايز افضل اعبد بالطريقه دي، اعبد بالطريقه دي، بس اعبد بروح والحق. عايز تفضل تعبد بالطريقه دي، اعبد بالطريقه دي، بس من فضلك بروح والحق. وبلاش نحكم على بعض، لاني اللي اختار حتى انه يعبد ربنا هو كده، ما هذا شكل من الاشكال اللي هو فضل، يعني هو فضل يعبد بالطريقه دي، التاني فضل انه يعبد كده. طب انا احسن منه في ايه؟ او زي ما اتعلم، زي ما اتعلم. بس عايز اقول انا احسن منه في ايه؟ مفكر ان ده الصح؟ لا. مفكر ان هو ده الغلط وده؟ لا. فعلينا في وقت ان احنا في وقت اتضاع الكنيسه، في وقت مش صعب نحكم على بعض. انا رايي الوقت اللي احنا فيه وقت ننصحك كلنا بهذا، نفرح، نبارك بعض. هو صح وانا صح، لعلك ترضى بيا زي ما كنت برنم، ليتك ترضى بيا بروح تسكن فيا وتملك عليا. انا ببارك اخويا، بس انت باركني. انا ببارك من كل القلب. انا مش في وقت ان احنا نمنع البركه عن بعض، ده وقت. نفسي اقول لحضرتك كل ربنا، والغريب بقى ان الهنا بيقبل كل واحد بطريقته. لو ساب بشر كانت الدنيا ضاعت. عندنا اله بيرسل ضعفاتنا، عارف جهالتنا وعارف نقائصنا، وعارف ده الطريقه دي بترضيه، بتعزيه، بيقبلها منه. ده بيعبد بالطريقه دي، بيقبلها منه. في اله رائع، خلينا نتعلم منه ونبطل نحكم على بعض. بس عايز اقول لحضرتك ان في ناس كتير محرومه من الحريه اللي في المسيح نتيجه العادات والتقاليد هم اتربوا عليها. ده صح وده صح، بس ربنا هيقبل، هيقبل كل تسبيح طالع من القلب. بالظبط. يخطئ اللي يقول لك شكل معين، يخطئ مفيش شك، بس في حاجه اسمها في العباده بتبقى الدنيا اهدى شويه من التسبيح والترنيم، بيبقى فيه تعزيه في كل التسبيح. مثلا ممكن اسقف في العباده، ما ينفعش اسقف في التسبيح، ممكن اهتف في حماس في العباده، ما ينفعش اهتف في العباده بسجد، ممكن ارفع ايدي، ممكن دي طرق التعبير في العباده. في التسبيح ممكن اتنطط وارقص، ممكن ده مسموح، لكن ما ينفعش في العباده ارقص. هتقولي لي ارقص والكلام اللي بيخوف الناس، ده الكتاب بيتكلم، فما ينفعش نحكم على بعض.
فهو اللي مولاه يظبط او يسقط. خليني انا لعل تسبيح انا مش وقت احكم على اخويا، انا عايز تسبيح انا يبقى مرضى عندك يا رب، فاقبل اللي عندي بالطريقه بتاعتي، وعايز اتغير عن شكلي بتجديد ذهني عشان اختبر اراده الله الصالحه المرضيه في حياتي. طيب مع كونك مؤلف ترانيم وملحن وبترنم، نقلت ده روح التسبيح دي لاولادك؟ واحنا ازاي ننقل الروح دي من غير ده، دي نقطة، النقطة اللي جاية دي، من غير ما يكون ليهم تأثير برضو بالمزيكا والجو اللي ماشيين فيه الشباب والمزيكا دي حسب الموضة اللي ماشية يعني؟ لا لا لا، حسب موضة المزيكا اللي ماشية. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، واهتمامهم كمان باللحن مش بالكلمة. العلاقة مع الله هي أساس كل اللي بتقول عليه ده، بمعنى لو لهم علاقة بربنا هتذوقوا القرب من الله، هيعرفوا يتذوقوا اللي احنا بنقوله. انا بشكر ربنا ان انا اسرتي كلها، زوجتي اعظم بركه في حياتي، متجوز بقى 24 سنه، اعظم بركه في حياتي ربنا عملها بعدي، هي 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 شايلاني، انا ببقى هنا وهي شايله الدنيا كلها ورايا. يعني انا فعلا ربنا مديها نعمه في عينيا، انا بحبها جدا وببركها جدا. نفس الخط معايا، تحب ندخل كده قصاد ربنا وندوب احنا الاثنين. عندي بنتين، بنت داخله ثالثه كليه والثانيه داخله ثالثه اعدادي. بيحب ربنا بنفس الطريقه اللي شايفينها في بابا وماما، بيعبدوا معانا. معايا بنتي بتخدم معايا في الفريق، معايا في التسبيح، والصغيره تكبر شويه هتخش برضه الارض دي، هم شاربينها، مش شاربينها سوريا، شاربينها بعمق، شاربينها بحب. فاقدر افتخر واقول اما انا وبيتي فاعبد الله، مش بس عباده حياه، اعبده من كل قلب، عباده بروح والحق، عباده بالتسبيح وعباده بالحياه. يعني مش بس سلوك، لا ده عباده بحق وحقيق، بتسبيح وكمان بسلوك حياتي بحب اعمل كده. فهم مشتركين معانا في نفس، مش لان لا، في ربنا عامل معاهم حاجه، فهم بيعرفوا ربنا، احنا عرفناهم سكه ربنا. فكان التسبيح والعباده هو اكتر الاوقات اللي اتغير فيها باباهم ومامتهم قصاد ربنا، الاوقات العباده اللي بنكفي فيه قصاد الرب، وادخل قصاد ربنا اقول كلمات واقعد ادوب قدامه كده واكلمه، فلاقي يعلن عن نفسه قام جاي سايب العود ومكفي على وشه قصاد الرب ومكمل قدامه. هي اكتر الاوقات اللي اتغيرت حياتي فيها. هم شافوا بابا وماما اللي بيقولوه بيعيشوه او بيحاولوا يعيشوه، والتسبيح ازاي غير، فهم حابين الخط السكه بتاعتنا ومشتركين معانا فيها، واخدينها على اصولها مش واخدينها ك. طب ما ده يمكن عشان انت الموضوع يعني التسبيح ده يعني دي موهبتك يعني. مصدقيني ما موهبه، هي علاقه. لكن لو نجحت تخلي بنتك تخش في علاقه حلوه مع ربنا هتعشق التسبيح، هتعشق التسبيح، لان التسبيح حاجه من الحاجات اللي انا هقولها سامحيني في اللغه ساحره على النفس. ازاي تدخل الواحد لمحض ربنا وتمتعه؟ يعني لو دخلتي صح في علاقه وعشره مع ربنا صح، هتنقلي نقلات قويه جدا، هتدوقي طعم القرب من ربنا، وتحبي تدفعي الثمن انك هتدوقي كل يوم طعم جديد في العلاقه مع الله. فلو احنا عرفناهم ربنا صح هيحبوا التسبيح طبيعي. مفيش حد بيعرف ربنا صح وما يحبش التسبيح، فهم عرفوا ربنا عن قرب رغم حدث سنهم، فبيحبوا السكه اللي احنا فيها. طيب نشكر ربنا، احنا محظوظين ان احنا بنخدم في المنطقه دي يعني. طبعا نشكر ربنا. اغلب الترانيم او اغلب المرنمين بيبقى صوتهم حلو. هو ربنا عايز اللي يرنم له يبقى صوته حلو؟ وبعدين ده سؤال، السؤال الثاني، هو في صوت حلو وصوت وحش؟ في صوت ربنا مش بيقبله؟ انت دخلتي خمس اسئله في يعني خديني مفضلك اللي انت قلتيه. اول جزء دايما اللي بيرنموا بيتقال عليهم صوتهم حلو. ايوه. اوكي. هل في صوت حلو وصوت وحش؟ طبعا في صوت حلو وفي صوت وحش. كتصنيف الاصوات لا شك في اصوات عذبه واصوات نشاز. ولا اصوات بتنفع في تون واصوات بتنفع في تون تاني؟ لا، في اصوات يعني مستوى الاصوات تقريبا بالبلدي ثلاث مستويات. مستوى انك لو قعدتي الدرابيل الصبح هو نشاز ما هيجيبش، ما هيجيبش، مش هيجيب، مش هيجيب. لما تعملي تقعدي تلمعيه ليه فسلك، ما هيجي، مش هو نشاز ما بيعرفش تقولي له الدو يجيب لك الخا، فهو ما فيش. هو دي نعمه يعني، هو موهوب في حته تانية. طب ده موهوب في الحته دي. النوع الثاني من الاصوات ربنا خلقه عنده القدره على تخريج التحكم في الصوت وهو خارج، فبيديه ويدي معاه عرب الهوا، الهوا اللي خارج من رئتين ببساطه. ما بيجيش بالتدريب يعني، لان انا دايما بسمع كلمه تدريب صوت. هقول لحضرتك، هو كله بيحتاج تدريب، بس في ناس عندهم موهبه من اساسه ما بيعرفش ينشز. ده موهوب، ده مخلوق بينشز، وده موهوب ما بيعرفش ينشز.
بس عليه انه يدرب صوته وتدريب للنفس، لان الصوت الحلو هي قدره على خروج الهواء والنفس من جوه على الاوتار، فبيتحكم فيه بقدره الهيه، فبتطلع عذوبه الصوت والعرب تطلع في الصوت. ده عليه برضه يدرب نفسه، بس هو ما بيعرفش ينشز اصلا. في مستوى ثالث من الصوت اللي هو في الوسط ما بين النشاز وما بين الصح، ده لما تديله تدريب يعدي مرحله النشاز يبقى داخل في الصح، ده المستوى الثالث، ده اللي بالتدريب لازم يجيب معاه. لو ما اتدربش ينشز، لو اتدرب يجيب صح ويجيب بعض العرب، بس ما بيجيبش زي اللي موهوب اصلا. ده قدرته على التمويك في الصوت الهيه. فدي من جهه الاصوات، من جهه بقى ربنا بيسمع كل الاصوات يفرقش معاه، من جهه الناس يفرق معاه. لو انت بتخاطب الناس بترنيم، مش كده بيقول مكلمين بعضكم بعضا، لو انت بتخاطب الناس بالترنيم محتاج يكون صوتك حلو. شوف الغريبه بقى، شوف الروعه. لو بحب الترنيم طب ذنب ايه يعني؟ ما هقول لك انا، لو انت بتخاطب الناس، انت بترنيمي بتخاطب الناس، محتاج يكون صوتك حلو. لو بتخاطب ربنا مش محتاج يكون صوتك حلو. حتى لو نشاز متساويين عند ربنا، ان صوته حلو لانه كلنا داخلين محميين في دم المسيح، فلنقدم به. شوف الحلاوه، لو انت عايز تقول لربنا، ربنا بيقول لك انا، انت هتقولي وانا هكمل كل حاجه، تطلع من الجهه الثانيه في المسيح مقبول عند الله، فكل ما يخرج منك مقبول عند الله. انت فهمت الفرق؟ أيوة. لو على الناس بقى عشان تطلعي قصاد الناس تقولي، لابد يكون عندك الصوت الكويس عند ربنا، ودي حلاوه الهنا طبعا، مقبول في المسيح. انت فهمت؟ لو انت موجهه للناس، مطلوب انك انت تدخلي في الكاتيجوري الاولاني، تعزي الناس لازم يكون صوتك كويس. لو داخله مع ربنا، ربنا بس ده ما يمنعش ان انا اقدم احلى ما عندي لربنا. يعني مش معنى ان انا ربنا قابل كده نخش يقول لك احسنوا العزف بهتاف. انا صوتي نشاز بقدم، هي دي الفلسين بتوعي، بقدم كل ما عندي. غيري صوته حلو، هم دول الفلسين بتوعي، بيقدم برضه كل ما عنده. لو اللي صوته كويس دخل قصاد ربنا بيتنطط كده، مش ولا حتى صوته هيودي حاجه للسماء، ما يروحش، لانه بيدخل في المسيح. فلازم يكون كل واحد بيقدم اخر ما وصل لاقصى ما عنده لربنا عشان يتقبل. طيب احنا وقتنا عدى على فكره. نختم لنا بترنيمه ونختم بعد كده. نختم بترنيمه، يا ترى نختم بترنيمه ايه؟ طيب في ترنيمه بتقول من غيرك ما اقدرش اعيش. الله. سلم لا ماينو. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم ولون. انا بقول الكلام ده على نفسي، انت اسف. لا انا بقول على نفسي، انا ما اقدرش اعيش من غير ربنا كلنا يعني، ومن غيره انا ما بسويش حاجه، لان انا عارف كويس مسحه الله هي اللي صنعتني انسان. اللذيذ ان انا بقول في العدد الاول انا طالب قربك يا اله، يعني انا فرحان بشويه الاكسبريشن الجديد اللي ربنا بيديهم، وصداقه واياك بتدوم. انا طالب قربك، انا طالب اقترب اليك يا رب. انا طالب قربك يا الهي وصداقه وياك بتدوم، وان كان التمن يا الهي عمري كله هعيشه في يوم. انا طالب قربك يا الهي وصداقه وياك بتدوم، وان كان التمن يا الهي عمري كله هعيشه في يوم. اصلا انا عارف مين بتكون، ربي وملكي وخالق الكون. اصلا انا عارف مين بتكون، ربي وملكي وخالق الكون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك ما اقدرش اعيش، من غيرك ايه راح اكون؟ انسان عادي وما يسويش، ولا فيه روح ولا طعم ولون. من غيرك انا انسان عادي مش متميز مهما كنت، ولا يكفيني خليني راضي ملوي جمال مهما ضمنت. من غيرك انا انسان عادي مش متميز مهما كنت، ولا يكفيني خليني راضي ملوي جمال مهما ضمنت. ولا يشبع شوق قلبي اليك الا سندت راسي عليك، ولا يشبع شوق قلبي اليك الا سندت راسي عليك. من غيرك ما اقدرش
مش عايش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا في روح ولا طعم ودون من غيرك ما اقدرش اعيش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا في روح ولا طعم ودون غلى عليا وفارق فيا دايما رافع ليا الراس حتى في ضعف الاكيافه دي مدفيني باعظم احساس غلى عليا وفارق فيا دايما رافع ليا الراس حتى في ضعف الاكيافه دي مدفيني اعظم احساس قلبي بيصرخ ليك مديون وفي حبك دايب مفتون قلبي بيصرخ ليك مديون وفي حبك دايب مفتون من غيرك ما اقدرش اعيش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا فيه روح ولا طعم ولون من غيرك ما اقدرش اعيش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا فيه روح ولا طعم ولون قلبي هيفضل ليك يستنى مش هيخطي ويسبقك على راحتك سهراني يتمنى انه يصدقك ويكسبك قلبي هيفضل ليك يستنى مش هيخطي ويسبقك على راحتك سهراني يتمنى انه يصدقك ويكسبك قلبي هيفضل ليك يستنى مش هيخطي ويسبقك على راحتك سهراني يتمنى انه يصدقك ويكسبك يسمع ينظر يصغي اليك يشتهي الحسن في عينيك يسمع ينظر يصغي اليك يشتهي الحسن في عينيك من غيرك ما اقدرش اعيش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا فيه روح ولا طعم ولون من غيرك ما اقدرش اعيش من غيرك ايه راح اكون انسان عادي وما يسويش ولا فيه روح ولا طعم ولون ما نقدرش نعيش وما نسواش حاجه ده حقيقي. أنا بشكرك يا سيسي هرمز بجد اللقاء كان استمتعت جدا باللقاء معاك وربنا يباركك ويبارك خدمتك ويبارك موهبتك الجميلة دي الله يبارك شكرا ويستخدمك في كل مكان تروح وشكرا لحضرتك استمتعت معك الله يبارك. أعزائي المشاهدين زي ما شفنا أهمية التسبيح في حياتنا التسبيح بينتهر إبليس بالتسبيح أنت بتنال بركة بالتسبيح أنت بتتغلب على أي دي وأي هم في حياتك افرح بالرب ورنم وسبح وهلل الرب يسوع. بشكركم أعزائي المشاهدين لمتابعتكم ولمشاركتكم لينا في الحلقة وإلى اللقاء في حلقة جديدة وبرنامجنا من الحياة.